اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم الاهلي خط احمر في حلقه جديده مميزه لانها ببطوله جديده وانجاز جديد. اهلا بك يا اسامه. اهلا بك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وجماهير النادي الاهلي، جماهير سوبر، وليله جديده من ليالي الاهلي خط احمر. يعني أسامة خد الكلمة من على لساني، زي من شهر 5 تقريبا، فترة مش بالبعيدة كان النادي الأهلي متوج بالسوبر، وقلت لكم هنا النادي السوبر للجمهور السوبر وبطولة السوبر. وأنا عايز أقول النهاردة منظومة النادي الأهلي كلها سوبر، كلها جميلة، مجلس إدارة، لاعبين، جهاز فني، جمهور، تجربة استثنائية، حالة فريدة وحالة مختلفة من نوعها في الرياضة المصرية. ليه بقول كده؟ لأن أنا مش عايزك تقف عند بطولة السوبر. عزيزي المشاهد الأهلاوي، ما تجعلش خيالك واقف بس عند بطولة سوبر أنت حققتها قبل كده كتير، ولا برونزية عالم لسه من أسبوع. يعني الفرحة بتنسي الفرحة يا أخي، يا أخي الفرحة اللي بتنسي الفرحة اللي قبلها، ولا تقف عند برونزيه عالم هي الرابعه في مشاركتك في كاس العالم للانديه. اقف عند الحاله، اقف عند حاله اسمها النادي الاهلي، حاله مختلفه، حاله جميله، حاله مش شبه اي حاجه تانية في منظومه الرياضه المصريه، حاله هي عنوان مصر الحقيقي رياضيا، حاله لو انت منها وانت مشجع اهلاوي هتكون سعيد بيها جدا، ولو انت بره المنظومه دي هتشوف النادي نادي مستفز، هتشوف النادي الاهلي نادي مستفز لمشاعرك، محبط لطموحاتك، بيقف عنده احلامك، وهتكون فعلا حاسس ان النادي ده عقبه صعبه. انا عايز اقول لك ان النادي اللي بدا الدوري المصري بتسع دوريات متتاليه وكانه كان بيقول رساله، وكانه كان بيقول انا هنا الملك، وما دون ذلك استثناء. ويا أخي حاجة غريبة جدا، ما بتديش فرصة. يعني إيه ما بتديش فرصة؟ 2019 في دوري أبطال أفريقيا بتخسر بالخماسية من سان داونز وبتخرج من البطولة، أندية أفريقيا بتقول هنشم نفسنا، كفاية بقى النادي الأهلي هيدخل له يعني في فترة من الإخفاقات 5 6 سنين يا أخي كده. لا، 2020 البطل، 2021 البطل، 2023 بتلعب النهائي، والحاجة الوحيدة اللي بتمنعك انك بتتكتف وتلعب النهائي من مباراة واحدة في مركب محمد الخامس، عشان دي الطريقة الوحيدة اللي كانت تخسر بيها اللقب. بترجع وفي أرض الوداد بتاخد البطولة اللي بعدها، 4 نهائيات متتالية من بعد 2019 بتحقق 3 ألقاب، ومعاهم في كأس العالم للأندية 3 برونزيات من 4 مشاركات متتالية. طب تعالى بقى، انت واخد برونزيه عالم للانديه، وشفنا الفرق بين الاهلي واي نادي تاني، عندك نتائج سلبيه قبل البطوله، ما اتحاد جده عنده نتائج سلبيه، ادخل في النتائج السلبيه شويه، بيخسر اتحاد جده بثلاثيه منك، ثم بيرجع في الدوري السعودي بيمر باخفاقات، انت كده؟ لا، انت استثنائي مش زي الباقي، هو ده النادي الاهلي. بعد ما بتاخد البرونزيه وبتكسب اوراوا وبتحقق لقب غالي جدا او برونزيه غاليه، ارجع بقى اهمت شويه، سيب لغيرك فرصه، سيب لغيرك لقمه، سيب لغيرك حتى اقل حاجه ممكن يمروا بيها بلقب السوبر. لا، بتدي الناس الامل، وفي مباراه سيراميكا والاسماء بتتكتب مين يشوط ركلات الجزاء، انا هنا الملك، انا هنا النادي الاهلي. في الدقيقه 94 امام عاشور بيقدر يسجل، بتروح مباراه فيوتشر، انت يا اخي تعبان، انت يا اخي مجهد، مالكش اي امل في الوقت الاضافي، بتسجل التالت وبتسجل الرابع وبتحقق اللقب. نادي مستفز كرويا، نادي يا بخت اللي منه ويا معاناته ويا صعوبه وضعه في وجود الاهلي اللي مش معاه. مبروك يا اسامه، ونادي غريب. مبروك يا فارس، هو ده النادي الاهلي، يعني من البدايه واحنا ابطال في كل شيء. لما تيجي تشوف بطوله الدوري هتلاقي النادي الاهلي مجموع الالقاب اللي حققها تقريبا ضعف
عدد كل الفرق اللي حصلت على بطولة الدوري وما أشبه الدوري بالسوبر. 21 بطولة سوبر. النادي الأهلي له النصيب، نصيب الأسد؟ لا، له الضعف على طول. النادي الأهلي 14 بطولة سوبر، وتشارك باقي أندية الدوري وباقي الأندية المصرية في 7 ألقاب. ده الوضع الطبيعي لكرة القدم المصرية في وجود النادي الأهلي، إن إخفاقاتي تتساوى على الجميع. ودايما بذكركم بمرحلة 62 حتى 67، عندما غاب ملك الغابة عن العرش أصبح أي نادي ممكن يعتلي هذا العرش. المحلة خد الدوري، الأولمبي خد الدوري، الإسماعيلي خد الدوري، الترسانة خد الدوري، الزمالك خد الدوري. الاستحواذ ورقم 1 مسجل باسم النادي الأهلي. يمكن المعلق الكبير عبد الله عامر اللي ادى النادي الأهلي حقه قال احترم منصات التتويج يا أهلي. لا، النادي الأهلي بيحترم منصات التتويج، ومنصات التتويج بتحترم النادي الأهلي، ومنصات التتويج بتحترم بطلها. عشان كده دايما وأبدا هتلاقي علاقة طول العمر بين منصات التتويج والمركز الأول والنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بالفعل قلب كل استادات الوطن العربي، بل قلب كل استادات العالم لتكون شاهدة على إنجازاته، لقاعة احتفالات حرفيا ببطولات النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي اللي زي ما حضراتكم شايفين، كؤوس ورا كؤوس ورا كؤوس، ودايما يا رب، دايما يا رب احتفالات. والأهم بقى من كل ده جماهير النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما عندوش حد للشبع. أنا مش بزهق بطولات، أنا مش بشبع بطولات. أنا النهاردة وأنا واخد برونزية كأس العالم للأندية بطلع على طول بلعب بعد 72 ساعة، وبرغم يعني التوقيت التعسفي جدا للنادي الأهلي اللي يدوب عمل تمرينة واحدة قبل المباراة، لكن أنا راجع، أنا عارف أنا رايح فين. أنا راجع عشان أنا بشارك في البطولة دي عشان أخد اللقب ده. وبالتالي قدر النادي الأهلي باللعيبة الحقيقة اللي كتبوا أساميهم في تاريخ النادي الأهلي، بل أساميهم في تاريخ كرة القدم المصرية بأحرف من ماس، في تحقيق بطولة السوبر المصري بعد يعني كده عارف أنت. لا، لازم، مش هناخد البطولة سهلة. ما هو أنا قاعد بتفرج كهربا بيجيب الجول الأول والجول الثاني والدنيا سهلة، وبنلعب على الشوط الثاني نجيب جول ازاي، واي جول يكون شكل جمالي. طبعا الشحات اللي جاب الجول الثاني، فبدأت اللعيبة في اول الشوط الثاني يعني تتسارع في اننا عايزين نسجل هدف حلو، فيكون القدر غريب جدا. انت قاعد مريح كده واخد بطولة وهتطلع مش فرحان عادي كده وانت جمهور النادي الاهلي؟ لا، يحصل غلطة في ردة فعل في تعادل بتدخل لسيناريو، السيناريو الغريب ده ايه القصه دي؟ فتلاقي ان السيناريو ده كان مكتوب عشان مودست يسجل هدف السوبر، ويتاخر هدف السوبر للدقيقه 113 داخلين على ركلات الترجيح، والبعض بدا يقول اه السيناريوهات اللي زي دي بتقلب على الفريق اللي كان متقدم، فالبطوله رايحه. وبداوا يستعدوا لكتابات عن التحفيل على النادي الاهلي وفقدان النادي الاهلي للقب، فاذا بمودست بيجيب جول وبيصنع جول آخر لكريم فؤاد عشان تنتهي المباراة بالنتيجة المحببة للنادي الأهلي الفترة الأخيرة بربعية. نفس السيناريو بالظبط، هو سيناريو برونزية كأس العالم للأندية أمام أوراوا. جماهير النادي الأهلي ما كانش ينفع تفرح بالبطولة فرح عادي كده، البطولة السهلة. لا، لازم يحصل سيناريو عشان بالفعل تفرح وتحتفل وتصدر الإحباط لكل من حاول ان هو او كل من انتظر ان النادي الاهلي يسقط. لان الحقيقه البعض خلاص تفرغ لفكره، ومن فتره الحقيقه، ان القصه بالنسبه لي والبطوله بالنسبه لي ليس الوصول الى منصات التتويج، ولكن عرقله مسيره النادي الاهلي حتى لا يصل الى منصات التتويج. سقوط النادي الاهلي هو بطولتي، ما انا مش هقدر احقق بطولات في وجود النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي عربيا افريقيا محليا فارض سطوته وسيطرته وأعاد عصر الغاب إلى كرة القدم، وده اللي بيحبه جماهير النادي الأهلي، وده اللي بيحبه لاعبي النادي الأهلي. فمبروك لكل جماهير النادي الأهلي، ومرة تانية لقطات تانية مع كؤوس تانية، ولقطة كابتن محمد الشناوي فارس احتفالا ورفع كأس السوبر
المستحق للنادي الاهلي السوبر رقم 14. يعني مخرجنا شوارب جو عند مبروك جاب لك الشناوي وهو بيرفع الكاس الغاليه اللي بجد. مبروك يا اسامه. ويعني اعتقد يا جماعه النادي الاهلي مش اتعب الاخرين، لان انا بشوف ان شعور انك تتعب الاخرين معناها ان عندهم رفاهيه وعندهم فرصه، ولكن في وجود النادي الاهلي لا يوجد فرص. انا بقول يا جماعه في وجود النادي الاهلي كل طموحك وكل امالك، حاول بس تقلل من القاب النادي الاهلي، لا تحاول تنافسه ولا تحاول تتفوق عليه، لان المعادله فعلا صعبه، صعبه بل مستحيله. وانا بشوف ان يعني 23 كانت سنه فيها انجازات كتير جدا، كانت سنه فيها لحظات مهمه، وعشان كده معانا هاشتاج الاهلي خط احمر، افضل مباراه لفريق الاهلي في 2023. ويمكن احنا من ضمن الترندنج على مستوى مصر دلوقتي، كعادتنا في الاهلي خط احمر احنا مستحيل، احنا بنراهن بيكم، يعني احنا دايما في الاهلي خط احمر مش بنراهن عليكم، لان الراهن عليكم دي يا جماعه معناها ان احنا عندنا يعني فرضيه ان انتم ممكن تخذلونا، انما بنراهن بيكم يعني احنا بنتحدى بيكم كالعاده. جمهور النادي الاهلي ومتابعي ومشاهدي الاهلي خط احمر، اينما كان الاهلي خط احمر شغال فانت من ضمن الترندنج. وايه افضل مباراه؟ لا كتير. يعني خليني اقول لك طبعا افضل فرحه في سنه 2023 فرحه هدف محمد عبد المنعم في الوداد. صحيح. لان بالنسبه لي دي افضل فرحه، ولكنها لم تكن افضل مباراه. صحيح. من مستوى الانجاز لكن لو انت عايز تبدا من يناير، احنا فايزين على بيراميدز 3-0، يعني الاهلي كان مستحوذ على الملعب تماما، 3-0 زمالك، 4-1 اهلي وزمالك الدور الثاني بتحسم بيه لقب الدوري. لكن انا هقف عند مباراه اتحاد جده. لان مباراه اتحاد جده البعض راهن على فشل النادي الاهلي، ده حقيقي، والبعض حاول يقلل من قدر النادي الاهلي. وفريق اتحاد جده اللي طبعا بنكني ليه كل تقدير واحترام، والجماهير والحياه اللي اتعملت بعد المباراه بعكس ما كانت تتعامل ما قبل المباراه، طمعوا في النادي الاهلي وقالوا بس خلاص جالنا الفرصه هناخد بطار الانديه السعوديه من هزيمه الهلال 4-0. فتلقى الاتحاد ثلاثيه في وجود نجوم، الحقيقه نجوم عالميين، بتتكلم عن كانتي، فابينيو، بتتكلم عن كريم بنزيما، كل دول سقطوا امام النادي الاهلي. وكان قدر الانديه التي تلاعب النادي الاهلي هو معروف، المصير واحد هو السقوط. فانا بالنسبه لي مباراه الاهلي واتحاد جده، انا يمكن بتفق طبعا مع اسامه، لان حته يا جماعه صعوبه المباراه هي لا تقيم. يعني بلاقي البعض بيقول لك اصل حاله اتحاد جده ما قبل وما بعد، تمام، انا حالتي ما قبل ايه؟ وده اللي ما بيحبش الاهلي، واللي دايما عايز يعني يعكر لك صفو الانجازات، دايما هتلاقيه بيبص على الحته الغلط، الغلط بالمنطق والغلط بالعقل مش غلط بالاهواء. بمعنى يقول لك اصل اتحاد جده نتائجه متراجعه، طب تمام، وانا كنادي اهلي نتائجي ايه قبل كاس العالم للانديه؟ انا عامل نتائج سلبيه في الدوري، انا خسران السوبر الافريقي، انا خارج من السوبر ليج بدون اي فوز. فبالتالي انا كمان مش افضل اخر مرتين في الدوري متعادل قبل ما اسافر. فبالتالي يا جماعه فكره اختزال المباراه في مستوى اتحاد جده، لا، انا كان عندي نتائج سلبيه وعنده نتائج سلبيه، بس لما انا اتحطيت قدامه وانا عندي نتائج سلبيه وهو عنده نتائج سلبيه، انا عملت ايه؟ انا انتصرت للكره المصريه ازاي؟ وحط 100 خط تحت الكلمه اللي انا بقولها واللي البعض عنده مشكله يبروزها ليه، انا مش عارف. النادي الاهلي انتصر لكره القدم المصريه، انتصر لهيبة كرة القدم المصرية، واللي مش قادر يفهم أبعاد ده هو بره الصورة، هو بره المشهد والإطار العام، وبيشوف من زاوية ضيقة جدا تناسب قدراته العقلية. لأن أنت كان عندك صراع مع استثمار رياضي وأندية الصندوق في السعودية لها كل احترامها، الناس عندها مشروع بتاعها. طب أنت مشروعك إيه؟ أيوة، أنت ككرة قدم مصرية رد عليا، مقارنة بصندوق الاستثمار ده إيه مشروعك؟ النادي الأهلي هو اللي حيلتك، بس ده مش مشروع حد، ده مشروع النادي الاهلي، ده مشروع النادي الاهلي اللي انا بشوف ان هو لا يحظى بالتقدير المناسب. ويا اخي لما نيجي نقول 4 نهائيات متتاليه دوري ابطال واخد منهم 3، البطوله الوحيده اللي تعطلت فيها عطلك الاتحاد المصري لكره القدم، انت متخيل الجمله؟ متخيل قسوتها؟ فانا طبعا مع اسامه ان هذه المباراه كانت مباراه ليست فقط على مستوى النتيجه، ولكن هي انتصار لهيبه، او انا اسف، ما تبقى من هيبه كره القدم المصريه مختزلا في نادي اسمه النادي الاهلي،
بعيدا طبعا عن منتخب مصر، لان انا بتكلم على الانديه، منتخب مصر مقبل على تحدي، وللامانه منتخب مصر كان ليه خلال السنوات الاخيره وصول كاس عالم، نهائي كاس الامم، المباراه الفاصله في الصعود لكاس العالم، فبالتالي انا ما اقدرش اقارن هنا بالمنتخب. المنتخب لديه تحديات جيده، لديه امور جيده، نتمنى ان هو يكمل. نتمنى عليه. طبعا التوفيق، ويكون عندنا فقره عن المنتخب، لكن الحقيقه هو النادي الاهلي الحقيقه اللي حافظ على الصورة الذهنية للنادي الأهلي، إن البعض ممكن يحلم، البعض ممكن في تغير الأوقات وتغير الظروف ويبدأ يحس إن هو في موقف قوة، فيجد النادي الأهلي بيأكد على الصورة الذهنية للنادي الأهلي وبيهز الصورة الذهنية لأندية أخرى. لكن كرة القدم المصرية، أنا ممكن أكون مختلف شوية مع فارس. أنا فكرة إن أنا محققش أمم أفريقيا من أكتر من 10 سنين، من 14 سنة، لا، ده إخفاق، ده إخفاق. نتمنى إن الإخفاق ده ينتهي ونحقق أمم أفريقيا القادمة إن شاء الله. لكن أكيد أنا وفارس قبل الهوا اتفقنا على، خلينا نقول الاسم كامل، علي إسماعيل نافذ جبر مشتهي، الطفل الفلسطيني اللي لاعبي النادي الأهلي والجيل الحالي من النادي الأهلي. الحقيقة لو هيكتب في تاريخهم فقط لا غير ان الطفل وسط آلام ما يحدث في فلسطين يكون هدفه انه يرتدي قفاز الشناوي، يكون كلامه عن ان النادي الاهلي رقم واحد، يكون كلامه يقول انا مش واخد بطولة دوري ابطال افريقيا واحدة ولا اتنين، انا 11 مرة، يكون كلامه واضح جدا انه متأثر قد ايه بتشجيعه للنادي الاهلي وبالجيل ده واللي صنعوه الجيل ده واجيال ما قبله عشان يتباهى بيه. انا بقف عند المشهد ده كتير جدا جدا، وبطالب على الهوى ان لو في قدره للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي والحارس الاهم في قاره افريقيا حاليا، انه يلبي نداء علي اسماعيل نافذ جبر مشتهي، ونشوف اي وسيله يا فارس يصل بيها قفاز الشناوي كنوع بسيط جدا 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 من تخفيف حدة الألم على هذا البطل. بص، هو الأهلي يا جماعة تاريخيا هو بيعمل حاجتين طول الوقت، يعني النادي الأهلي ينشر السعادة ويخفف المعاناة، ده نفسيا الدور ده للنادي الأهلي على مستوى تاريخه، وينشر السعادة ويخفف المعاناة. وللأمانة ده ليس افتراض مني، كتير جدا من فلسفة المسؤولين في النادي الأهلي والمدربين في النادي الأهلي كانوا بيتكلموا عن ان النادي الأهلي هو بما فيهم كولر حتى حاليا ومانويل جوزيه، ان جزء منه رفع المعاناة عن الناس والضغوط والكلام ده، لان الحياة اساسا بطبيعتها بتحتاج الجانب ده، فعشان كده ده جزء من فلسفة النادي الأهلي. هذا الطفل اللي حلمه وأمله في معاناته ده، يا جماعة أصعب حاجة في اللحظات النفسية اللي زي دي بتكون مش قادر تفتكر حاجة حلوة، فالحاجات الحلوة اللي عينيك بتروح ليها وتفكيرك بيروح ليها تأكد إن هي غالية جدا. فالنادي الأهلي غالي جدا عند الطفل الفلسطيني علي، ويمكن طبعا المشاهد صعبة جدا 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 يعني، وحالته الصحية صعبة. وأنا بقول حاجة، أنا براهن هنا على النادي الأهلي اللي بعت قافلة كان منظرها مفرح ومشرف لكل من هو أهلاوي ولكل من هو مصري، وهذا دور النادي الأهلي منذ التأسيس الاجتماعي، ودور النادي الأهلي الذي لا ينفصل عن قضايا وطنه. فأنا بشوف إن هذا الطفل، وأنا براهن وبتحدى إن النادي الأهلي سوف يصنع البسمة ويرسمها على شفاه هذا الطفل، والحاجات اللي زي دي راهن فيها على النادي الأهلي، وأنت مطمن وأنت واثق أن النادي كزبان. الأهلي طبعا عمره ما هيخذلك فيها، لان ده فلسفه النادي الاهلي. شفنا قبل كده اطفال كانوا بيعانوا من اصابه بامراض، ناس كان نفسها تزور النادي الاهلي وبتعاني من امور كتير جدا، النادي الاهلي لم يتاخر، وكابتن محمود الخطيب على راس اداره النادي الاهلي دائما دائما ما يراعي هذا الجانب الانساني، لان هو دائما مهموم بيه ومعني بيه، وهكذا اداره النادي الاهلي كلها. فانا اثق ان منظومه النادي الاهلي لن تتاخر، وهذا رهان مني على تاريخ النادي الاهلي كالعادة لا يتوانى في الموقف اللي زي دي. إن شاء الله بإذن الله. نروح بقى للقاءات. احنا تأخرنا عليه. مستر كولر. مستر كولر، يعني أعتقد يا جماعة مستر كولر، القصة مش إنك بتسمعه بيتكلم في مباراة، مستر كولر لديه تصريحات محتاج تقف عندها، وأنت كمشاهد ومشجع للنادي الأهلي أنا بوجه لك رسالة شكر. يمكن البعض يرى أحيانا إن رغبة جمهور النادي الأهلي في الفوز بكل شيء هي عبء ثقيل. أنا يا جماعة من مدرسة دايما بتشوف إن هي مرهقة، وكما صرح كولر وزي ما هتسمعوه وهي حاجة صعبة، ولكن أنا بشوف إن ما صنع تفرد النادي الأهلي عن باقي الأندية هو إن طموح جمهوره مختلف،
وهو ان لو انت طموح جمهورك كان مقترن ومتشابه وحاله الرضا بتحصل عنده والتشبه مقترن بالاخرين، كانت القصه ما بقتش بالفوارق اللي زي دي. اللي صنع الفوارق دي انه طول الوقت المسؤول في النادي الاهلي والاعلامي في النادي الاهلي واللاعب في النادي الاهلي والمدرب في النادي الاهلي يعلم ان جمهوره لا يعرف معنى الاكتفاء. عشان كده كولر اتكلم عن مساله التشبع بالبطولات ورغبه جمهور النادي الاهلي في كل شيء. نسمع ونشوف قال ايه. auch das Beste geben, aber jetzt, ich habe nichts gehört und dementsprechend ja, würde ich das auch nicht akzeptieren. Ich schicke da nicht so ein. حالة التشبع، حالة التشبع دي ممكن تحصل في حالات فردية جوه فريق زي النادي الأهلي بيحصل، لكن بيبقى الدور كبير جدا عليها عامل أنا، إن أنا إزاي بنقل اللعيبة ده وأخرجهم من الحالة دي. ده بيحصل أولا إن أنت تكون قدوة للعيبة دي، إن أنا نفسي أصلا عمري ما بيحصل لي حالة تشبع، يعني أنا طول الوقت عايز أكسب كل الألقاب، أنا ناهم جدا إن أنا أكسب كل حاجة بنلعب فيها. احساس ممتع جدا ان انت بتلعب على بطوله، بتلعب على كاس، بتلعب على حاجه تكسبها، وانا عايز اكتر. انا لغايه دلوقتي عايز اكتر من كده كتير، وعايز احقق القاب اكتر من كده كتير مع النادي الاهلي. كمان انا خبراتي في بره النادي الاهلي قبل ما اجي في اوروبا خدت برضو القاب سواء كلاعب او كمدرب، فعارف الاحساس ده ومجربه وعارف حلاوته. فرق كبير جدا بان انت تكون بتلعب او بتشتغل في نادي سواء كلاعب او كمدرب، بيشتغل في نادي بيصارع على الهبوط مع احترامي لكل الانديه، بيدي احساس تاني خالص ان انت بتلعب تحت عشان خاطر تنقذ نفسك من انت تهبط. ممكن تفرح شويه ان انت ما نزلتش، لكن ده غير خالص ان انت بتلعب على بطوله، بتلعب على كاس، بتلعب على لقب، على تاريخ، يعني تلمس كاس بايدك في الاخر تكسبه، ده احساس تاني خالص. واحنا طول الوقت بنتكلم عليه ده طبيعه اي لاعب في النادي الاهلي بيبقى جاي النادي الاهلي هو عارف ده. هي انت بتيجي النادي بتلبس تيشيرت النادي الاهلي بتبقى لازم شخصيتك كده وبتطبع بشخصيه النادي. بيساعدنا فيه جدا الموضوع ده كباتن الفريق، كباتن الفرقه اللي معانا دورهم كبير جدا في الحته دي، ان هو اي لعيب جديد او اي لعيب صغير ينقلوا الاحاسيس دي، لان هم جربوا ده كتير، خدوا القاب كتير جدا، عارفين حلاوه ان انت تاخد لقب ومتعه ان انت تاخد لقب وان انت تاخد تمسك كاس بايدك، فبينقلوا ده للعيبه الصغيره، بينقلوا ده للعيبه الجديده. فتلاقي دايما في جيل ورا جيل في النادي الاهلي بيشرب ده وبيخش في ده على طول. فالحاله دي مهما تيجي في حالات فرديه او فترات صغيره بنطلع منها بسرعه، النادي الاهلي بيطلع منها بسرعه للحضاره اللي موجوده جوه النادي الاهلي او الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. مره تانية انا مش شبعان بطولات وعايز اكتر، عارف كمان وفي عنصر ضاغط علينا في الحته دي كمان ما بيخلكش ان انت تتهاون فيها غير شخصيه اللاعب وشخصيه المدرب، هي الجمهور. جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش ابدا من بطولات، عايز يكسب اي حاجه في كل وقت، اي تعادل بالنسبه له خساره، اي خساره لقب بتخسره هتتضرب، فهو حتى ضحك ساعتها، هتتضرب مش قصدي بمعنى الحرفي يعني، بس جمهور الاهلي ما بيرحمش لو انت خسرت اي بطوله، وده انا عارفه كويس جدا، وده عنصر ايجابي احيانا طبعا بيبقى ضاغط، لانه الناس لازم برضو تعرف ان انت مش هتقدر ان انت في كل موسم تكسب كل حاجه، ده مش موجود في الكوره في اي حته في العالم، لازم هتقع منك بعض الحاجات ساعات ولازم ده نتقبله، لكن انا عارف ان الجمهور الاهلي ما بيتقبلش ده. ده بيبقى عنصر تحفيز لينا اكتر، بيخلينا ان احنا عايزين اكتر كلنا، محدش يتهاون، محدش يهمد، كلنا دايما بنسعى لاي لقب بنخش فيه ان احنا عايزين ناخده، دي متعه خاصه جدا ما بيتمتعش بيها فرق كتير في العالم، احنا منهم. عرفت ليه انت مهم؟ الفيديو ده عشانك انت اكتر من كولر، عشانك انت كمشجع للنادي الاهلي، انت وقود الحكايه، انت سر الحكايه وانت الدافع ليها. المنظومة دي كلها بتشتغل عشانك، إدارة، لاعبين، مدرب، إعلام، كل ده، لأن في النهاية كرة القدم هي بتتلعب عشان الجمهور. لو مفيش جمهور أنت مش محتاج تحقق حاجة، هيبقى الموضوع استثماري أو اقتصادي، وده مش هدف النادي الأهلي في المقام الأول، ربما يأتي ضمن أهدافه، ولكن أنت الحكاية، أنت اللي الناس بتنجح عشان عارفين أن أنت طول الوقت معيارك هو النجاح، وانت اللي هتحاسب، وانت اللي هتفرح، وانت اللي هتشيد، وانت كل حاجه. وعشان كده انا دايما كنت بقول ان فكره التشبع او فكره الاكتفاء هي فكره مش موجوده في النادي الاهلي. انا عارف ان فكره الرغبه في التتويج بكل شيء مرهقه، مرهقه لاي حد زي ما قال كولر، ولكن المهم ان انت تبقى بتشتغل عشان ده هدفك. لو ساعتها
زي ما جوزيه قال، قاتلت من اجل الفوز وحصل الاستثناء، الجمهور هيقف في ظهرك وهيتقبل. وشفنا مشاهد كتير في تاريخ النادي الاهلي كان الاهلي خسران وجمهور الاهلي بيسقف له، بس عشان في اللحظه دي كان في يقين تام انك عملت اللي عليك. فصدقوني جمهور النادي الاهلي هذا الفيديو موجه ليه، انتم وقود انجازات النادي الاهلي وسر نجاحاته، واللي كل منظومه النادي الاهلي بتحاول طول الوقت تساعدكم وتكون على قدر طموحكم. بص يا فارس، وانا دايما بقول ان قدر اي حد يعمل في النادي الاهلي انه دايما وابدا بيسعى ان هو لازم يكون رقم واحد، ورقم اتنين بالنسبه له فشل. والموضوع ده ضغط كبير جدا على اي حد في منظومه النادي الاهلي. بس بما ان هو ده القاعده اللي عايشين عليها ومن اجلها، وعشان كده اسم النادي الاهلي دايما رقم واحد، فبالتالي وانت جاي تقترب من النادي الاهلي او تاخد جواز المرور داخل النادي الاهلي وتبدا تسجل لو اسمك بالقلم الرصاص في تاريخ النادي الاهلي، لازم تبقى عارف حتى وانت بتسجل اسمك بالقلم الرصاص انت مطالب ان انت تطلع اقصى ما عندك عشان تكون رقم واحد. اما تحقيق الفوز والنتائج دي بقى بتاع ربنا، بتسيبها عليه، بس انت تعمل كل اللي عليك. ده طبعا مارسيل كولر مقتنع بيه تماما. مارسيل كولر عاده طول الوقت من اول دخوله النادي الاهلي وبوابه النادي الاهلي وعارف فلسفه واستراتيجيه النادي الاهلي وسيكولوجيه جماهير النادي الاهلي، ولو ما كانش مدرك ده ما كناش سمعنا منه التصريح ده. لكن عندنا بالتاكيد تصريح تاني لمارسيل كولر بعد الفوز بالسوبر، نطلع نسمع التصريح ونرجع نعقب. لان احنا نتقدم في النتيجه 2-0، دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ان احنا ما ينفعش نقل اي قدر خالص، ما ينفعش نهمد، ما ينفعش ان احنا تركيزنا يقل، ما ينفعش ان احنا نتعالى على الكوره. نزلنا الشوط الثاني كنا مركزين، ضيعنا جوان كتير قوي. النتيجه دي ما كانش خالص يعني المفروض يحصل السيناريو اللي حصل ده في سير المباراه قبل الجونين دول ما يخشوا، لكن احنا اللي عملنا كده وصعبنا الدنيا على نفسنا. لكن بدنيا كنا كويسين جدا، ان احنا الشوط الثاني كنا اقوى بدنيا، افضل بدنيا، كنا مسيطرين على المباراه. وانا سعيد جدا ان توني يعني مودست وكريم جابوا جونين وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب البطوله وناخد كاس جديد ولقب جديد مستحق جدا. لو شفنا 120 دقيقه فاكيد احنا كنا الفريق الافضل بكتير. في النهايه هما كانوا اسبوعين ونص، ثلاث اسابيع تقريبا علينا صعبين جدا، سفر كتير، ماتشات كتير، اقامه في فنادق طول الوقت، بعد عن يعني في غربه تقريبا كلنا، ده بدنيا وذهنيا بيبقى مرهق جدا. والحمد لله بحمد ربنا ان احنا يعني انهينا الفتره دي بلقب وميداليا. لكن اللعيبه محتاجه دلوقتي انها تاخد راحه، ومتهيألي ان هم يستحقوا ده بعد الفتره العصيبه اللي فاتت والشده دي كلها. احنا كنا واثقين في اسمه وامكانياته كلاعب كبير اصلا، فانا سعيد جدا عشانه، وبيبان الكواليتي بتاع والخبرات اللي عنده في كذا لقطه. كان بدا اول ما نزل كذا لقطه ما مشيتش معاه الكوره كويس، الجمهور بدا يزوم عليه، لو لعيب غيره ممكن يقع، لكن هو بخبرته فضل هادي وفضل بيكمل وبيحاول لغايه لما اتكافئ بالجون المهم جدا اللي هو جابه اللي فتح لنا المباراه، وبعدين عامل اسيست في الجون الرابع. فانا سعيد جدا عشانه. هو بالتاكيد يعني الامانه كل جماهير النادي الاهلي ساعدت بهدف مودست، وكتير جدا توقع ان السيناريو ده عشان خاطر مودست. لكن انا قبل ما اتكلم عن مودست وما فعله في المباراه، هقف عند فكره الثلاث اسابيع اللي كانوا عليهم ضغط كبير جدا. لكن الحقيقه انا مش شايف ثلاث اسابيع، انا شايف شهرين ونص. لعبت حوالي 20-21 مباراه، لفيت قاره افريقيا تقريبا وقاره اسيا. حاجه صعبه جدا ان انت تبدا الموسم بالشكل ده. بدات تلعب بطوله السوبر الافريقي خارج مصر، لعبت دوري ابطال افريقيا دور ال 32 ولعبت دور المجموعات عدد من المباريات، وسافرت خارج مصر في التوقيت اللي انت كنت بتلعب فيه بطوله السوبر الافريقي المستحدثه، وتلعب في جنوب افريقيا وتيجي تلعب بعد 72 ساعه في مصر، تروح وتسافر تاني للسعوديه تلعب ثلاث مباريات في 10 ايام هم الاصعب وانت بتواجه ابطال قارات، ثم بعد 72 ساعه تلعب مباراتين اخريتين امام فريق سيراميك كليوباترا وامام فيوتشر غير مباريات الدوري العام اللي انت لعبتها. اعتقد مفيش موسم بدا على النادي الاهلي بالقوه دي. هتقول لي ايه اللي فرق؟ هقول لك لا، فرق كتير جدا لما تلعب بطوله السوبر ليج المستحدثه وتبدا تلاعب سان داونز وسيمبا التنزاني، وتيجي من تنزانيا بعد توقف دولي وتبدا تفقد بعض اللاعبين زي علي معلول اللي كان مع منتخب تونس في اليابان، وكل الامور اللي تحصل بالشكل ده، وتيجي تختم السنه 2023
بالتتويج ببرونزيه مونديال الانديه للمره الرابعه في تاريخه، وهو رقم يعصي على البعض، حتى اللعب في مونديال الانديه هو عاصي على البعض، والنادي الاهلي هو رمز كره القدم الافريقيه في هذه المسابقه. ثم بعد ذلك تختم السنه 2023 بالسوبر المحلي، اعتقد ده فعلا يستحق عليه اللاعبين والجهاز الفني وكل منظومه النادي الاهلي الثناء. وعشان كده مارسيل كولر قال لك اللعيبه محتاجه تريح، ومش بس اللعيبه كانت محتاجه تريح من وجهه نظر مارسيل كولر، ده تم تاجيل مباراه للنادي الاهلي بقرار من روي فيتوريا، لان شايف قد ايه الاجهاد اللي وقع على النادي الاهلي، واحنا لسه بنقول يا هادي في الموسم. فشكرا لكل فرد داخل منظومه النادي الاهلي، وشكرا للاعبين على اللي قدموه. اما بما انه اتكلم عن مودست وكلامه عن مودست، فلازم نقف نقطه مهمه جدا، ان مودست اختيار في فتره يعني انتقالات حره كانت بالنسبه لمودست وجاي فري، وبالتالي كان قناعات من مارسيل كولر، وبدا يعني زي ما قال كده الجماهير تزوم عليه بشكل واضح جدا، ويمكن البعض ما عندوش رفاهيه الصبر خاصة داخل النادي الأهلي، أنت ما تقدرش تصبر على صفقة داخل النادي الأهلي. لكن هو اتكلم في نقطة مهمة جدا، أن اللاعب في حالة زوم الجماهير عليه في الملعب ما فقدش ثقته بنفسه، وقدر يتعامل مع باقي المباراة، وقدر يكون عنصر حاسم في فوز النادي الأهلي بالسوبر. ودي أول بطولة لمودست برغم أن عمره 35 سنة، وبرغم أن هو لاعب في فرق كتير جدا أوروبية كان عندها قدره على انها تحقق بطولات، واخرهم بروسيا دورتموند، ومع ذلك ده قيمه النادي الاهلي. الثلاث دقائق في مونديال الانديه يدوك برونزيه يا مودست، المباراه مع النادي الاهلي تديك بطوله وتبدا تتذوق طعم الكؤوس والذهب مع النادي الاهلي، ودي قيمه النادي الاهلي، وده اللي بيمنحه النادي الاهلي لاعبيه. فعليك ان تكون لاعب مميز حتى تمنح نفسك اسم وتاريخ عند جماهير النادي الاهلي وفي سجلات النادي الاهلي من تحقيق البطولات. ده اللي فعله الحقيقه، ودي كانت تغييرات مارسيل كولر اللي البعض كان بيحاول ان هو يتحدث عن قصه التغييرات وعدم اهميه التغييرات اللي بيجريها مارسيل كولر. هتلاقي ان التغييرات اللي لعبت هي اللي ساهمت في تحقيق الفوز، منهم مودست وكريم فؤاد، الحقيقه في كل وقت بينزل اي مباراه حتى لو هو لم يكن موفق فتاكد ان هو يطلع اقصى ما لديه من اجل خدمه تيشرت النادي الاهلي. وكريم فؤاد من اللعيبه اللي انا بحبها وبحب ادائها داخل ارض الملعب، وبحب روحها في ارض الملعب يا فارس، لان انا بحب دايما، وده اللي بيميز لعيب النادي الاهلي الحقيقه اللي بيسيب بصمه عند جماهير الاهلي، هو انك تطلع اقصى ما عندك. انا عايزك تطلع اقصى ما عندك، انا مش جماهير كوبري وشمسيه، انا جماهير ان انت نازل كل المجهود على ارض الملعب بتدفعه، مش جماهير لقطه يعني. لا ده حقيقي، وعشان كده اللقطة تبقى ببطولة، وزي ما قلنا مودست كانت لقطته ببطولة. يا جماعة لازم نفهم حاجة تخص مودست، اللاعب ده انت كجمهور محبط منه، ده كان شيء طبيعي جدا، وانا شايفه مش شيء مبرر، ده بالعكس كان شيء مبرر جدا. وحتى انا شفت مارسيل كولر كم الذكاء، فكرة الناس اللي بتحاول تجلد الجمهور، واصل الراجل جايب جون فيقول ان الجمهور كذا، لا بالعكس، الراجل عنده سياق يا جماعه، الراجل ده كان جاي عشان يشيلك في كاس عالم للانديه، جايبه عشان بطوله السوبر ليج، متعاقد معاه لمده سنه واحده بس، فطبيعي انت جايب لاعب جاهز، فكره انه ما كانش جاهز ده مفترض ان هي بالنسبه للجمهور ما كانتش افضل حاجه. ولكن مودست نفسه هل ده ينكر ان هو لاعب فعلا يا جماعه اسمه سي في كبير؟ ده اللاعب جالك من بروسيا دورتموند، يعني ده من اعلى ليفل، التوب ليفل بتاع كره القدم. فبالتالي وانا شايف ان اللاعب مش جالك عشان قصه فلوس، اللاعب مع احترامي قيمه تعاقده ربما بالنسبه لك انت هنا في سقف الرواتب كبيره، انما واحد كان بيلعب في البوندز ليجا في النادي الثاني في البوندز ليجا بكل قوته دي، يعني اكيد الجاب في الراتب صعب جدا، لو الراجل كان راح اي حته في الخليج كان برضو الراتب بالنسبه له مش قصه، انما الراجل كان عنده حتة شخصية، هو أنا نفسي وأنا بفنش أبقى بفنش الكارير بتاعي، باخد راتب جيد بس كمان يبقى في حتة البطولات دي. فأنا شايف إن مودست بالنسبة له وردود أفعاله والحاجات اللي بينزلها على انستجرام بتدل إن هو فكرة الألقاب دي، يعني كان بالنسبة له في السنة دي أخد أكبر عدد ممكن من الألقاب، خصوصا لما بص على النادي الأهلي. فأعتقد مودست يقدر يدي النادي الأهلي لو استغل الفرصة اللي سجل منها وجاب بطولة. ولكن في حاجات تانية وهي كنا بنتكلم فيها من شوية، أعتقد مفهوم الرياضة زي ما بنقول دايما عمره ما يتعلق
بفكرة ان انت تكون سعيد بس. يا جماعة في الحرب العالمية، انتوا متخيلين في الحرب العالمية بكل تاريخها من مآسي، كانت كرة القدم تلعب في اغلب الدوريات اللي بتمر بالظروف دي، لان كرة القدم هي متنفس، كرة القدم هي افيون الشعوب كما قيل في الادب عنها، وعشان كده كرة القدم بتخفف كتير من المعاناة. مشهد شفناه ايضا من متابعة كرة القدم من احد الصحفيين فيما تمر به فلسطين، شوفوا كان بيقول ايه عن الفيديو، واكيد هيكون في تعقيب مهم بعد الفيديو. اللايف ضايل له 5 دقايق وانس قاعد لي هنا بتفرج على كورة. طيب 5 دقايق ضايل لسه. طب 5 دقايق بس، هو مباراة مين هذه؟ الاهلي. لا اهل مصر اصحابنا، بحق لك تتفرج عليهم. المفروض نكون شغالين اعلام فلسطين، المفروض ليش هيك؟ يلا يا راجل تعال، الله يظهر لهم انت كاين، بس تمشي بس تمشي بس يا زلمه، اصبر بس امشي يا عمي. يعني بسحب كلامي عن مباراة الأهلي واتحاد جدة، وبقول ان الفيديو ده بالنسبة لي هو افضل فيديو او افضل مباراة تم مشاهدتها في عام 2023. الصحفي أنس، واسمعوا الكلام اللي طالع من أرض المعاناة ومن الشعب الباسل وهو يتحدث عن النادي الأهلي، عشان تعرف أن النادي الأهلي والله أكبر من فكرة كرة قدم. لما يكون الصحفي أنس واقف ويسأله صاحبه يقول له أنت فاضل 5 دقايق على اللايف وأنت قاعد بتتفرج لي على المباراة، بتتفرج على مباراة مين؟ قال له الأهلي. قال له لا، الأهلي أصحابنا، الأهلي إخواتنا، يحجل لك يا أخي، ليك الحق أنك تسيبنا، يا اخي ليك الحق انك تتفرج على المباراه، اصل ده النادي الاهلي. بالنسبه لي الفيديو ده هو فيديو عام 2023 يعبر بالفعل عن قيمه وعظمه النادي الاهلي ومدى عشق اخواننا الفلسطينيون للنادي الاهلي، وده الحقيقه مش جديد، ده تاريخ متواصل ما بين النضال الفلسطيني والنادي الاهلي المصري. لسه عندنا كلام كتير ولكن بعد الفاصل. وزي ما انتوا حافظين، مسكين ياللي انت مش اهلاوي. واعتقد ماشي، يعني عايزين نستعرض طبعا تعليقاتكم، وعايزين نستعرض ارائكم معانا في الهاشتاج، واكيد مش هنسيبها هنستعرضها. ولكن كان عندنا اسامه، ممكن بقى لحد ما الهاشتاج يجهز ممكن ناخدها، اللي هي ارقام. ممكن نفكر الناس اصلا هو ايه الهاشتاج؟ هاشتاج الاهلي خط احمر، افضل مباراه بالنسبه لك في 2023 على هاشتاج الاهلي خط احمر. زي ما حضراتكم شايفين منتظرين طيب تفاعلاتكم كالعاده، وهنعرض يعني كالعاده تويتات حضراتكم على الشاشه اكيد كمشاركه يعني معنا. وخلينا بقى نستغل الفرصه يعني عشان هندخل في امور تانية، فما نفوتش دي انجازات النادي الاهلي في 2023، لان اعتقد يا اسامه اللي عمله النادي الاهلي في 23 ممكن نستعرض عدد من الشهور ونستعرضها سويا، يعني حاجه ما فيش كيان يقدر رياضي يعرض التصميم اللي هنعرضه ده. بس انا زعلان ليه؟ لا يعني ازاي ما ناخدش في مارس بطوله؟ ما هو تصدق انا برضو وانا جيت والله كنت اقول لهم هو مارس يا جماعه ما فيهوش بطوله ولا كان في ايه في مارس؟ ما تلعبش حاجه في النادي ما, ما تلعبش حاجه في انا مارس. اعتقد الناس لازم يعني احنا لازم بجد صعب. يعني رساله بقى يعني للناس الاتحادات، شوفوا لنا بطوله في مارس عشان ما ينفعش نعدي شهر من غير عدد بطولات. طيب خلينا نستعرض الصوره لو نقدر نستعرضها، واحنا بنقول عظيم جدا. الصوره معانا على الشاشه، وهذه صوره انت كاهلاوي لازم تفخر بان انت شايف الصوره دي، واعتقد البعض ممكن في اي نادي تاني في مصر يجيب بطوله واحده ده يعني لو في اصلا، ويحاول يكبرها ويعمل لها اكتر من تصميم. احنا يا جماعه حاولنا نضم كل البطولات في عدد الشهور في تصميم واحد يعني، فالناس تعذرنا لو الخط مش واضح. البطولات يعني هي اللي كتير، مش تقصير مننا والله. في يناير كان السوبر المصري للطائره سيدات، في فبراير سوبر مصر للطائره رجال، ابريل كان شهر يعني دسم شويه، كاس مصر قدم سله رجال وسيدات، يد رجال وسيدات ده في كاس مصر، الدوري العام لليد رجال وسيدات، والدوري العام طايره سيدات، ومايو دوري السوبر سله رجال وسيدات، والسوبر المصري 2022 قدم، والسوبر الافريقي يد رجال، وبطوله افريقيا للسله بال. انت حاسس اغاني كده، يد رجال السله بال. وفي يونيو دوري ابطال افريقيا طبعا الكريزا قدم، وفي يوليو الدوري العام قدم، وطبعا يعني اغسطس وسبتمبر ما اشتغلوش الاتحادات برضو وسابوا لنا فتره كده اجازه،
فمعلش معلش ناخد اكتوبر على طول دوري ابطال افريقيا يد رجال، سوبر مصري سله رجال، ونوفمبر سوبر مصري سله سيدات، وخد عندك ديسمبر وختام السنه 2023 دوري المرتبط سله رجال، السوبر المصري يد رجال، السوبر المصري 2023 قدم. يعني انت بتاخد اتنين سوبر، 22 و23 في مايو وفي ديسمبر. لكن الحقيقه الاهم من كل ده ان انت في الموسم ده، واعتقد ده رقم ريكورد كده، ان النادي الاهلي في كرة القدم سوبر، في كرة اليد سوبر، في كرة الطايرة سوبر، في كرة السلة سوبر. انت في كل الالعاب بطولة السوبر بتاعة النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي هو السوبر، يعني خلاص معروفة الحقيقة. ولكن دايما بنروح لكرة القدم، وكرة القدم انت تبدأ تشوف كده المناوشات اللي حصلت، واحيانا بتبقى زعلان او متضايق لبعض النتائج. لكن لما تيجي تشوف انجازات النادي الاهلي في كرة القدم 2023 على مستوى المباريات بقى، واحنا بنتكلم على المباريات، ممكن نطرح تصنيف كولر المدير الفني للنادي الاهلي تواجد فين بين المديرين الفنيين على مستوى العالم من حيث عدد مباريات الفوز. كولر ده عمل ايه مع النادي الاهلي في 2023 من اول 1 يناير ل 31 ديسمبر؟ هنستعرض لكم الصوره، بس عندنا الهاشتاجات جاهزه، نقدر نستعرض هاشتاج الاهلي خط احمر، ايه افضل مباراه؟ طبعا الاهلي خط احمر ترند كالعاده، بنشكركم ومنتظرين المزيد. وخلينا على طول ندخل في اول تويته لنوره سليم، بتقول افريقيا 11 ماتش الاهلي والوداد في المغرب، بطوله غاليه علينا، خسرناها بالتحكيم وفزنا بروح وشجاعه رجاله الاهلي، الحمد لله. معانا احمد الجوهري بيقول مساء التميز والابداع ومعاهم الامتاع يا سيدي على معدي البرامج اولا، وفارس واسامه، يعني بنشكركم على هذه الاشاده يعني، واحنا على راسنا من فوق. وجهه نظري افضل مباراه هي مباراه الاتحاد السعودي، لما سبقتها من تحديات ودعم لا محدود للاتحاد بلاعبين، وفي الاخر فاز الاهلي. بيتفق معنا، انا شلت اللي في النص ده عشان هو يعني عشان مبالغ في المدح يعني. يعني ده طبيعي يعني. نوره انا كده، نوره سليم ونوره الحكيم يعني على الوزن برضه. هتقول احمد بقى ورجال. مساء الفل، الافضل برنامج رياضي، افضل ماتش الاهلي والوداد في كازابلانكا، ماتش الاهلي وفيوتشر في السوبر. لا معلش، الاتحاد جده يكسب بقى. انت كده عنصري لوجهة نظرنا. مشيرة حسني بتقول كتير والله يا غاليين على القلوب الاهلاويه، صوتكم من صوتنا، نشكرك جدا. نقول اتحاد جده، ايوه كده، لانها كانت رد شرف للاهلي والرياضه المصريه. ويا سلام على الجمله دي، والله العظيم بالصدفه. ده حقيقي. نجلاء فتحي، مساءكم تالق وابداع، افضل مباريات الاهلي هذا العام مع اتحاد جده، خلاص يا جماعه، بكاس العالم للانديه ومباراه الوداد كازابلانكا نهائي افريقيا على هاشتاج الاهلي خط احمر. في اتفاق وفي الوداد داخله في الموضوع. صحيح. زينب السيد بتقول نهائي بطوله افريقيا مع الوداد في المغرب، يليها الاهلي وفيوتشر في السوبر، ثم الاتحاد وسارة الليل يا ابو ثلاثه. الاهلي خط احمر، وتعليقاتكم اكيد بنستمتع بيها. عندنا رمضان الاهلاوي او روميو زيزو بقى زي ما هو مسمي نفسه. انا بص على طول، افضل مباراه بالنسبه لي هي مباراه التتويج بدوري ابطال افريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي، وسبب ده انها رد اعتبار عن بطوله 2022 والتي تم توجيهها بشتى الطرق لصالح الوداد، سواء بمحاولات مغربيه لزياده مكاسبهم او محاولات مصريه لهدم استقرار الاهلي باخفاء الخطابات وخلافه. يعني رمضان مركز قوي قوي قوي. ابو حلوه اعتقد يعني من صديق البرنامج الى البرنامج نفسه، حلو يا سيدي، اجمل مباراه للاهلي هي مباراه رد اعتبار الكره المصريه وتسيده الافريقي والعربي، مباراه الاهلي واتحاد جده. ده واضح مباراه في الصراع، الاهلي واتحاد جده والاهلي والوداد. يعني انا ايمي ماشي يا ايمي، مباراه الاهلي واتحاد جده، وكمان اوراوا الياباني، وترشيح جديد لمباراه جديده، اوراوا الياباني والاهلي مع الوداد. كده الاهلي والوداد والاهلي واتحاد جده، ومباراه اوراوا بتختص تحت مع نفسها. اسامه الخولي بيقول افضل مباراه لفريق الاهلي في عام 2023 هي طبعا مباراته مع الوداد في المغرب، لانها كانت رد اعتبار على ظلم حصل للنادي الاهلي عام 2022 من اختفاء الخطاب واللعبه اللي حصلت. اعتقد الناس حابه الدراما، ومعاكم حق طبعا.
هاني الاهلاوي، افضل مباراه للاهلي هذا الموسم الاهلي واتحاد جده، وخصوصا لما كنت اشاهدها في استاد الجوهره، يعني هاني كان حاضر في الملعب. يعني اعتقد ابو سالم بيقول كل مباريات الاهلي بتكون بالنسبه لينا عيد، هو الفرحه، هو السعاده، هو عشق، هو جنون. واعتقد دي نختم بيها، او هنرجع لكم تاني طبعا في ارائكم، لكن نختم بيها العدد ده لان كل مباريات الاهلي. ولكن واضح ان الاهلي والوداد والاهلي واتحاد جده، بس الاهم من كل ده قول. الاساس والرابط بين الاثنين ايه؟ رد الاعتبار. انا معاك، بس انا مستفز من حاجه جدا يا جماعه، في حاجه لا يمكن تحصل حصلت على الشاشه، وانا بقول ان مفيش نادي في الدنيا عنده الرفاهيه ان احنا نشوف المشهد ده، وهم عارضين البرونزيه، وهم عارضين البطولات بتاعت الاهلي بالشهور. يا جماعه في ديسمبر محدش مصريه حققتها، مش كانت عملت عليها حلقات، ده كانت حطيتها جنب شعار النادي. انت الناس بتعرض عادي اللي هو دي مش لقب، فاحنا مش هنحطها في التصميم. يا اخي ده احنا والله ربنا عاقبنا بعد العشرة، والله ربنا عاقبنا عشان بعد ايه؟ عشان الاهلي سوبر، مفيش فايدة فيكم برضه. لو جاهزة معانا ارقام مارسيل كولر اللي حققها مع النادي الاهلي في 2023، ده انجازات. لا يا ماشي، انجازات كولر مع الاهلي الدوري العام وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا والسوبر المصري 3 مرات وبرونزيه كاس العالم للانديه، لكن احنا عاوزين ممكن تقولها يعني. لو في اللي هو علاقته بعدد مباريات الفوز في 2023 وخاصه الرباعيات اللي زادت والثلاثيات، هتلاقي يعني مستر كولر متواجد مع بيب جوارديولا. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايوه، مستر كولر مع النادي الاهلي متواجد على نفس الدرجه مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كتالت اكتر مدير فني في العالم، في عام 2023 حقق انتصارات. دي الصوره، اكتر المدربين تحقيقا للفوز في 2023. لويس كاسترو حققها مع ناديين، وخيسوس ايضا مدرب الهلال الحالي حققها مع ناديين، فنار بخشه والهلال 46 مباراه، ولويس كاسترو 51 مباراه، وبيب جوارديولا ومارسيل كولر الاثنين 45 فوز مع النادي الاهلي ونادي مانشستر سيتي في المرتبه الثالثه من حيث المديرين الفنيين الاكثر تحقيقا للانتصارات في عام 2023، وبياتي بعدهم كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ب 43 انتصار. وبنزعل من بعض الاخفاقات، بنزعل من بعض التعاقدات، احنا سنتنا كان فيها 45 انتصار يا فارس، 45 فوز، 45 ليله سعيده، وجماهير النادي الاهلي شايفه ان ده قليل برضه. انا سعيد كمان بفكره مارسيل كولر وانشيلوتي، لان البعض يا جماعه في الاستفتاء الخاص بافضل مدرب اللي خده كولر بالتصويت الى الان، يعني المرحله بتاعه التصويت كان كولر فاز، فالبعض بيقول لك يعني هو كولر افضل من انشيلوتي. القصه مش كده يعني، احنا عندنا واقعة شهيرة جدا لما شنايدر كان هو الافضل وميسي خدها وقتها، وكانت كتير جدا من المرات اللي بيحصل فيها جزء من اجزاء حتى مش الجمهور يا اسامة، ده خبراء اللعبة كمدربين وصحفيين كانوا بيميلوا لميسي وكريستيانو رونالدو. فانت يا اخي بتصادر على الجمهور بشعوره، وراجل في عدد البطولات وفقا للفريق اللي بيدربه، وفقا لعدد المباريات الاكثر انتصارا، ليه انا ما اشوفوش افضل مدرب في 2023؟ ايه المانع من ده؟ هو انت مش بتقيم مسيرة كولر مقارنة بمسيرة انشيلوتي؟ مع التقدير طبعا لمسيرة كولر، وعشان كده كولر هو الركراكي بعيد عن كولر وانشيلوتي يا فارس، هو الركراكي المدير الفني المنتخب المغرب بالانجاز اللي عمله في التواجد، ده ما يصنفوش ان هو من افضل طبعاً المدربين في 2023. عشان كده الناس مش فاهمة فكرة التصويت، وبعيدا عن التصويت هو كولر كان من افضل المدربين فعلا على مستوى العالم في 2023 بالارقام والانجازات، مش حتى فكرة تصويت جمهور. وكان كولر وانا بقول لكم ده كان سعيد جدا 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 تصويت الجمهور، وكان سعيد قبل مباراة السوبر باللمسة دي من الجمهور والرسالة دي من الجمهور، وكانت فارقة معايا جدا وشفتوها في احتفالاته. ولكن معانا حد أنا مش عارف هو سعيد ولا مش سعيد، أنا احترت، ولكن دايما كده بيكون تعليقاته وإحنا بنعتبره صديق البرنامج، لأن عمرو أديب دايما هتشوفوا تعليقاته على النادي الأهلي اللي أنا شخصيا بستمتع بيها، وهو زعلان وهو فرحان، نشوف قال ايه. وانا قاعد طلع عليا حاجه ان انا قاعد اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم كده. قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وسيراميكا، وفي الدقيقه 95 كالعاده كوره
لو اتلعبت مليون مرة مش هتتكرر. مليون مرة أخوك إمام عاشور عدى وخد الباك في ظهره ولعبها بلياردو، راحت خبطت في العارضة وخبطت في المدافع بتاع سيراميكا ودخلت جون والأهلي كسب. عندهم مش ده مش نادي القرن، ده عندهم حظ القرن. يعني القرن ده الأهلي طمع في كل الحظ اللي فيه فخد كل الحظ اللي في القرن ده، القرن الإفريقي والقرن الزمني وكل شيء. سيراميكا في أوقات كتيرة كان ممكن يغير الماتش، إنما تحس كده يا أخي أن هناك شيء ما لازم الأهلي يكسب لازم. طب على فكرة يا جماعة لو كانوا لعبوا بينالتيز ضربات جزاء زي الماتش اللي قبليه ال 34 بينالتي دول أهو تنقط، وأنا قاعد والله اتنقط، قعدت أخبط قاعد لوحدي اتجننت، ما أنا قاعد أخبط إنه كل مرة نفس الحكاية. وبعدين الأهلاوية يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي ما هو الماتش ولا حاجة، الماتش كله ما كانش فيه حاجة. فيجي العو الأهلاوي بقدرة قادر والكورة يعدي إمام عاشور كأنه حقيقي بصراحة عدى من خرم إبرة، تحس إن هو كان بيعدي من خرم إبرة، عدى ولعبها بالعرض مفيش حد مفيش حد. يعني لو كانت اتلعبت كده خبطت في العارضة والجون بتاع السيراميكا ده جون عظيم عبقري كان، فتدخل جون والأهلي يسعد وينبسط ويفرح وعادي جدا ويصل للنهائي والأهلي خلاص ياخد ويقول لك ايه وخدنا السوبر. السوبر يا أهلي سوبر ايه وبتاع ايه؟ هو كده يعني ده حق ربنا؟ حظ غريب لا يمكن يعني أن يضرعوا إلا الأهلي. يعني تقول لي مين تاني عنده حظ الأهلي؟ أقول لك الأهلي محظيظ والله العظيم. ذنب عمرو أديب في رقبة النادي الأهلي، يعني كل مرة أنا هو عمال يقول ويعدي من خرم إبرة أنا افتكرت ما بيعرفش يوجف، يعني القصة صعبة جدا. ما فيش حد. لا لا هو خلي بالكوا يا جماعة، يعني الكلام طبعا عن النادي الأهلي ربما أنت طبعا تكون سعيد بالنادي الأهلي، ولكن فكرة الحظ مفيش حاجة. أنا بشوف مفيش حاجة في كرة القدم اسمها حظ، ممكن حظ داخل المباراة اللي هو فكرة توفيق في لقطة، توفيق في مشهد، توفيق في لعبة. لكن يا جماعة المباراة دي أصلا النادي الأهلي ليه 20 محاولة على راح بيهم على سيراميكا، انت سيراميكا ليه محاوله اون تارجت واحده بس في المباراه؟ فلو احنا هنتكلم بعامل الحظ لا، ده النادي الاهلي يبقى مش محظوظ، لان طبيعي من 20 محاوله النادي الاهلي عنده في المباراه دي اكتر من 4 اهداف متوقعه، اكسبكتد جولز بلس 4. في المقابل سيراميكا كليوباترا اقل من هدف. فبالتالي يا جماعه فكره الحظ دي والكلام يعني على سبيل الدعابه، ولكن في كتير من الزملكاويه عندهم قناعه فعلا، حتى سمعنا ميدو قبل كاس العالم للانديه حظ. لا يا جماعه، حظ النادي الاهلي هو ادارته، حظ النادي الاهلي في لاعبته، حظ النادي الاهلي في مدربه، حظ النادي الاهلي قبل كل ده في جمهوره، هو ده حظ النادي الاهلي. حظ النادي الاهلي ان دي منظومته فكتبوه له التاريخ، واللي مش موجودين في حته ثانيه فمش هتلاقي الحظ. اعتقد وصلك. بص، ما فيش حظ بيستمر حوالي ما يقارب 150 بطوله، ما فيش حظ بيستمر حوالي 100 عام. القصه باختصار شديد ان انت لما ما تعرفش قول حظ، يعني لما ما تعرفش قول حظ. فدي كل القصه باختصار شديد. ولكن استاذ عمرو اديب كان اصلا عنده تخوفات من مباراه السوبر المصري. خلونا نسمع الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. انا خايف بس الاهلي يخلص السوبر ده ويروح داخل على السوبر الاماراتي، يعني يخش يلعب برضه في الامارات عادي جدا، السوبر الاماراتي يلعبه ويكسب برضه وياخده بالمره، يعني ما هو قاعد هناك بقى بالمره قبل ما يجي يخشوا على السوبر الاماراتي يلعبوه وهاتوا البتاع عادي بقى. يعني هتعملوا ايه يعني؟ ايه المشكله وراكوا ايه؟ وبعدين تلقى الاهلاويه بقى كاتبين ايه؟ طبعا طبعا. ايه يا جماعه؟ انتوا راضيين على نفسكم؟ يعني راضيين على المستوى ده تكسب بيه؟ انت شايف ان ده شيء عادل يعني؟ ده شيء جيد. وبعدين اما تيجي تتكلم بقى يقول لك ما هي دي الكوره،
خلاص. ولو الاهلي كسب من الاول يقول لك الفن والمش عارف ايه واللياقه واللعيبه وبتاع، وبعدين تيجي كده يقول لك ايه، ما هي دي الكوره، والاهلي نادي بطولات، البطولات بتجري ورا الاهلي مش الاهلي اللي بيجري ورا البطولات. حاجات بقى الاهلاويه يقول لك حاجات من اللي تنقط يعني. هو انت كده كده هتتنقط يا استاذ عمرو الحقيقه، يعني طالما انت شاغل نفسك بالنادي الاهلي وعمال تبص لفوق فعمال تتكعب لتحت بصراحه الحقيقه، يعني لان الحقيقه النادي الاهلي صعب جدا. طب انت قبل بطوله كاس العالم قلت ده اصل فرقه ضعيفه وبتكسب عشان اللي حواليها اضعف منها، بغض النظر انت بتشجع نادي الزمالك ونادي الزمالك من اللي حواليها، ولكن انت كان تارجتك اتحاد جده، فوزنا على اتحاد جده وجينا خلصنا بطوله مونديال انديه فروحنا كسبنا سيراميكا، وانت قبل ماتش فيوتشر بتتكلم وانت عندك ثقه ان النادي الاهلي بطل السوبر. طب الثقه دي جايه لك منين؟ عشان انت عارف قدر النادي الاهلي كويس قوي وعارف قوه النادي الاهلي، والقصه مش حظ زي ما انت بتحاول تروج في الفيديو اللي حصل قبل كده اللي هو كان بعد مباراه سيراميكا. لكن الكوميدي في الموضوع ان انت قلت ايه، انا خايف النادي الاهلي يخلص بطوله السوبر المصري تاني يوم ياخد السوبر الاماراتي، والحقيقه ده حصل فعلا. يعني سبحان الله يا اخي ده حصل، الاهلي المصري خد السوبر المصري امام فيوتشر، تاني يوم شباب الاهلي الاماراتي خد السوبر الاماراتي امام الشارقه بنتيجه 6-1، لا تقلقش 6-2، لو كانت 6-1 اعتقد هتبقى صعبه، لكن هي كانت 6-2، وده اسم النادي الاهلي اللي تم ترديده في كل الوطن العربي. ليه؟ لان الاهلي المصري كان ملهم لكل نادي بيبحث عن تحقيق انجاز، ملهم لكل نادي في كل الوطن العربي ازاي تكون فريق عريق، ازاي تكون فريق ليك تاريخ، ازاي تكون فريق بطل، ازاي تكون سوبر، ازاي تكون سوبر، وازاي منتخبنا بيجهز لكأس الأمم. اعتقد يعني خدنا معاكم في رحلة تخص السوبر والنادي الأهلي، وهنرجع لأمور تخص النادي الأهلي، ولكن عندنا بطولة مهمة وتحدي مهم لمنتخبنا. وانا بقول يا جماعه منتخب المصري انا بشوف عكس ناس كتير جدا، كان يقدر يوصل كاس العالم اللي فات، كان يقدر يكسب السنغال، كان يقدر ياخد كاس الامم. وانا بشوف المنتخب المصري لديه قائمه قويه جدا ولديه مدير فني ربما هتختلف معاه في بعض الامور، ولكن قدام اختبار صعب في كاس الامم، ولكن هو ابدى ما قبل الاختبار بعض الظواهر الايجابيه اللي ما تقدرش تحكم عليها زي كاس الامم، وكاس الامم هو اختبار مهم. قائمه منتخب مصر خرجت النهارده، اكيد نستعرض معاكم الاسماء اللي كانت في القائمه لكاس الامم الافريقيه 2023. حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، ابو جبل وصبحي، خط الدفاع احمد حجازي ومنعم وعلي جبر، اسامه جلال، احمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، احمد فتوح، محمد حمدي، خط الوسط حمدي فتحي، امام عاشور، النني، مروان عطيه، زيزو، كوكا، احمد نبيل كوكا لاعب الوسط لاعب النادي الاهلي المتميز، ومحمود حماده، وفي الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، وكهربا، واحمد حسن كوكا. اعتقد قائمه المنتخب يعني بنتمنى المنتخب مصر التوفيق، قائمه انا بشوف ان هي قويه، قائمه منتخب بشوف ان المدرب عنده اعتقد اسامه ده يعني 7 لاعبين من النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي في منتخب مصر. هي هيكون عندنا وقفه عند بعض النجوم من النادي الاهلي الذين يعني لم يتم استدعائهم، ولكن خلونا نستعرض محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، امام عاشور، ومروان عطيه، واحمد نبيل كوكا، وكهربا. اعتقد شيء طبيعي جدا ان قائمه تكون 27 لاعب او حتى كانت 23 لاعب، ولكن قرار السفر هيكون ب 27 لاعب، وبنتمنى باذن الله التوفيق للمنتخب المصري ايا كان بعض التحفظات على بعض الاختيارات، ولكن في النهايه هذا منتخب مصر، نتمنى باذن الله يوفق فيما فشل فيه في نهائيين، وان شاء الله هذا الجيل يحقق البطوله القاريه الاهم للمنتخبات بالتاكيد. ولكن يا فارس عندنا نقطة مهمة جدا أثارت الرأي العام، وتحديدا كمان تصريحات أو ردود روي فيتوريا اللي ربما لم تكن مقنعة لدى البعض عن نجمي النادي الأهلي، حسين الشحات نجم النادي الأهلي اللي قدم مستويات متميزة هذا الموسم والموسم الماضي من يناير تحديدا بيقدم مستوى متميز جدا، وياسر إبراهيم
اللي لو قارناه بأي مدافع مصري بوجود منعم وبوجود حجازي هو الأفضل حالية. الفترة الأخيرة وتحديدا من مونديال الأندية. ده أنا متفق مع أسامة، ولكن عايز أحط قاعدة عشان بس الواحد ما بقاش متناقض. حق أصيل لروي فيتوريا اختيار قيمته، أنت بقى شايف ده أفضل ده أسوأ، هو الراجل اللي هيتحاسب، هو اللي راح بكأس الأمم وهو اللي هيشتغل بالتيم. ممكن تكون أنت شايف ده مميز جدا، بس هو مش هيتماشى مع أفكاره، مش هيتماشى مع حاجة فنية هو عايز يعملها، ولكن التفسيرات. عشان كده أنا بقف مع أسامة في حتة التفسير، أنا شايف الأسباب. وياسر إبراهيم تحديدا، طبعا حسين الشحات أكيد كان الفترة اللي فاتت يعني مقدم أداء جيد، وهو من أفضل اللاعبين في مصر، إن لم يكن لو أنت بتحط على مستوى الأجنحة هتقول زيزو وحسين الشحات، هي دي قصة الأجنحة اللي داخل الدوري اللي تقدر تقول. حسين الشحات في اختبارات كتيرة زي كأس العالم للأندية أفريقيا بيكون في المباراه دي أكيد ليه أفضلية، ولكن ياسر إبراهيم يا أسامة هو استبعاد. أنا بالنسبة لي بعيدا عن قناعات كولر، هنا انا بتكلم بعيني انا كمشاهد، وطبيعي احنا عندنا وجهات نظر وفي النهايه كولر اللي بتحاسب. ياسر ابراهيم عنده حته اسامه رويل فيتوريا، طبعا رويل فيتوريا هو كولر هيتحاسب اهلي ومنتخب كمان، والله كولر يعني انا في دماغي، لان انا شايف ان كولر من اكتر الناس اللي اكيد كان نفسها في اللحظه دي يكون موجود ياسر ابراهيم في، لان هو راهن عليه في مونديال الانديه، دي بقى القصه كلها، وراهن على كوكا، وده برضو كان نجاح لرهان كولر. انت خدت الجزء اللي انا كنت اقوله، لان انا معاك جدا، رهانه على كوكا تحديدا وياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم في مونديال الانديه وتحديدا في مباراه اتحاد جده، وانت عندك نجوم كبار، ده انت عندك أليو ديانج لعيب كان له ثقله في النادي الاهلي وله ثقله بالتاكيد طبعا. ولكن فكره ان انا العب بكوكا ويطلع كوكا بالمستوى ده لدرجه لما يغيب مباراه تستشعر ان انت تفتقد طبعا. عنصر مهم جدا في وسط الملعب، لا ده رهان اعتقد رويل فيتوريا ومنتخب مصر استفادوا منه. انا بقى دي الحته اللي هي كولر يا جماعه بيحس ان انا وصلتك منتخب مصر، وديتك منتخب مصر. اعتقد اكتر من اكتر اتنين اللي كان ممكن تقف عند الحته دي هو كوكا وياسر ابراهيم. حسين الشحات اكيد اداؤه، بس هو حسين الشحات كان بيلعب طول الوقت بشكل اكبر، انما ياسر ابراهيم كان رهان في الفتره الاخيره. ياسر ابراهيم يا جماعه هو عنده اختلاف عن المدافعين اللي متاخدين خصوصا من بيراميدز، ومش عايز برضه اروح لمقارنات واقلل من حد. هنا مش هروح لمقارنات، لان في النهايه خلاص اللعيبه اتاخدت وبقوا ضمن منتخب مصر، مش عايز اروح لمقارنات قوي، ولكن انا عايز اقول حاجه على ياسر ابراهيم نفسه. ياسر ابراهيم يا جماعه عنده ميزه، وانا بقول لكم ركزوا معاها، مش موجوده في اغلب مدافعين مصر. ايه هي؟ قوه الالتحام. قوه الالتحام والسرعات، وانه بيقابل مش المدافع اللي بيرجع ورا. حتى حجازي قيمه فنيه كبيره، عشان ما اقدرش انكر، انا من الناس المقتنعه بحجازي جدا، بس حجازي من النوع اللي كتير جدا بيعمل الديلي، يفضل يعمل ديلي ويرحل ويلعب على التوقع في اوقات كتير. ياسر بيقابل، فكنت محتاج مدافع بالشراسه دي في كاس الامم. حاجه ثانيه، ياسر يا جماعه من المدافعين يا اسامه القليلين في مصر اللي رتمه بيعلى مع المباراه. بمعنى ايه؟ في مدافعين هو جيد بطبيعته، بس لما يروح مباراه اقوى من امكانياته يبان فرق الامكانيات، ويبان مثلا امكانياته قويه جدا ضد انديه اقل من الانديه اللي هي اقل من النادي الاهلي مثلا، انما منعم للامانه يذكر له ده، شفناه في كاس الامم. وياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم من الناس اللي بتعلى مع المباراه، ودي كاس العالم للانديه، ودي اي منافسه مع منافس اعلى منك. عندنا مثال بسيط لياسر فارس، مباراه السنغال، ياسر كان بعيد عن منتخب مصر خالص، مباراه السنغال اللي كانت حاسمه في التاهل لكاس العالم، اللاعبين تم اصابه الونش، تم اصابه حجازي، تم اصابه حتى منعم، فبدانا نبحث عن لاعبين، فجبنا ياسر ابراهيم لعبناه مباراه السنغال هنا وهناك، كان هنا فارس نجم منتخب مصر. اللي بياكد لي ان فيتوريا ما شافش. امال هو جايش لا بص يعني. هو ما شافش ده، ما شافش المستويات. بص يا اسامه، عشان اقول بقولها تاني، فيتوريا مدرب كبير، دي قناعاتي وانا من الناس اللي وقت ما كان ما تقلوش ان ياسر ابراهيم ممكن تعتمد عليه في اي اللي وقت. انت بتقوله اللي انت بتقوله مهم. انت بص يا اسامه، عشان تدلل على منطق، انت جبت حاله وموقف، وازاي الراجل ده نزل هنا وفرق. انا بقول لك هو ما اتفرجش على ده، ما حدش شاور له على ده، ما هو برضو الراجل بيتفرج على الحاله دلوقتي، بس محتاج تقول له الراجل ده لما اتحط في موقف زي ده مع المنتخب كان كذا. انا بقول لك ما شافش اللي انت قلته، انا يعني عندي قناعتك. يعني خلينا نروح لتفسيراته، وتحديدا عن حسين الشحات، لان احنا مختلفين عن التفسيرات، لان انا بالنسبه لي زي ما فارس كده متفقين دايما، احنا حاطين القاعده دي طول الوقت في البرنامج، ان المدير الفني هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره سواء في النادي او في المنتخب، من حيث اختيار اللاعبين، التشكيل، التغييرات، هو مقتنع بده. دي اوراق يا سيدي، انا دي اوراقي تمام، قدمت اوراقك او اعتمدت على اوراقك دي، هحاسبك في النهايه على نتيجه. انا لو اقول لك ده لعب ليه
ولا ده ما لعبش ليه. وفي النهاية احنا كلنا داعمين لمنتخب مصر، ولكن انا بالنسبة لي كان يفضل ان روي فيتوريا لما يطلع في مؤتمر صحفي يتحدث عن اختيار القائمة، ما ينفعش لما يتسأل عن لاعبين يقدم اسباب وهي. البعض اختلف مع مارسيل كولر في وقت من الاوقات لما قال لبعض الصحفيين ابعتوا لي ارقام تليفوناتكم هبقى ابعت لكم التشكيل وانتم ببعتوا لي التغييرات واخد كل ماتش راي واحد فيكم. ده مدير فني حاسم، مش قصتك. من الاخر التغيير ده بتاعنا، رؤيتنا، التدريب بتاعنا، التشكيل بتاعنا. ما تقدرش تتناقش مع مدير فني في قناعاته، زي لو كان روي فيتوريا طلع وقال دي قناعاتي مش هنقدر نتناقش معاه في قناعاته. لكن لما يبدا يقدم تفسيرات متناقضه كل مركز عن التاني وكل لاعب عن التاني، عمال شغال قص ولزق. وفكره انا لو عايز اضرب في تصريح جنش فبضرب في اختيار او معيار خط الدفاع، لو عايز اضرب في تصريح خط الدفاع اضرب في الاصابه فالاصابه تضرب مني، مش عارف الم الدنيا في التفسيرات. فانا بالنسبه لي كان اتمنى ان كان حد نصح روي فيتوريا، دي يا جماعه القائمه اللي عندي، دي وجهه نظري، تمنوا التوفيق لمنتخب مصر، ودي قناعاتي الفنيه، كان الباب اتقفل تماما. لكن التفسيرات يا فارس خلاص سمحت اننا بقى نتناول هذه التفسيرات. طيب. خاصه فيما متعلق بلاعيبه الاهلي. عشان كده احنا ليه بنتناول هنا يا جماعه، بس بنعقب فيما يخص لاعيبه النادي الاهلي موقفها ايه، وهل التقييم ليها ده واقعي احنا شايفينه ولا لا. طيب نسمع تقييم فيتوريا عن حسين الشحات ونرجع نعقب. Tá, ainda vai fazer alguns exames e não senti que tivesse preparado ou pronto para ser chamado agora à seleção. Ainda tem que fazer, a lesão não está curada e a decisão teve que ser tomada hoje de manhã e ontem à noite. بالنسبة للاعب حسين الشحات، طبعا اللي انا عارفه ان اللاعب ما زال هو يعني تحت الفحص الطبي، وانه المفروض هيعمل بعض الاشعه او حاجه عشان نتاكد على مستوى الاصابه. ولكن انا بالنسبه لي كنت شايف ان الوقت يعتبر مش متوفر قوي بالنسبه لنا ان احنا نفتح شويه او ننتظر شويه، فكان لازم الليسته تصدر النهارده، فعشان كده صدرت بدون حسين. اي بورتانت كوم تيمش تامن جوغادورز دي نيكالا بوزيسيون سون ديسيزيونز ناس تيمش تمار اي نو افيا مايش تيم با ديسيدير اسبرار او كي كي بودريا فازير. Não quer alterar o grupo de jogadores. طبعا وكذلك يعني حته المركز اللي بيلعب فيه الكابتن حسين الشحات ده يعتبر مركز عندنا فيه اكتر من عنصر ولاعبين متاحه بالنسبه لنا، فما كنتش عايز ان انا اخر الليسته وفي نفس الوقت ان انا اخرج بره المجموعه اللي انا كنت خلاص استقريت عليها. طيب فيتوريا اتكلم عن الاصابه الطبيه او حاله موقف حسين الشحات الطبي، وللامانه مفيش لعيب ما يفرقش معاه يلعب في كاس الامم، ومفيش لعيب يكون ضمن صفوه اللاعبين في بلده وما يكونش زعلان. لو يا فيتوريا قصتك العامل الطبي اعتقد ده كان سهل جدا، قصه مفيش وقت ده لا، انت كنت ممكن ترجع للحاله الطبيه للنادي الاهلي كان يديك تقرير طبي اكيد معمول للاعب، يعني ده يعني منطقي وبديهي ان النادي الاهلي مقيم حاله اللاعب الطبيه وعنده وضع اللاعب الطبي ايه بعد انتهاء بطوله السوبر المصري في الامارات، فكان ممكن ترجع. انت بقى كنت ممكن تقول ايه وانا اكون مقتنع تماما بده، ميديكال رجعنا للجهاز الفني النادي الاهلي تقرير اللاعب الطبي بيقول انه عنده وقت او عنده مشكله هتخليه مش جاهز مع بدايه كاس الامم، هنا خلاص ولا كلام، او ان هو مش فات 100% ولا كلام. انما اصل احنا ما حبيناش نشوف، كان في اجراء سهل جدا تتاكد منه، خصوصا ان تم اسقاط ده بعد كده على فكره اصل احنا عندنا اجنحه. كل التوفيق لكل اللاعبين، ولكن لو هنتكلم على مصطفى فتحي مقارنه بحسين الشحات، يا جماعه حسين الشحات لاعب اتحط كاس العالم للانديه، هو لاعب مونديالي وده مش وجهات نظر، لاعب كل نسخ المونديال بكل بصمه فيها، لاعب لما بيلعب نهايات دوري ابطال افريقيا مش مع احترامي ادوار متقدمه او كونفدراليه بيكون ليه بصمه، فهو لاعب كان عنده احقيه وافضليه على غيره في نفس المركز. انا بقول لك لاعب تخدت بداله لاعب محلي، بس في جزء واحد يخص روي فيتوريا في الحته اللي قالها دي اللي هو موضوع طبي، فانا قلت خلاص انا مستعجل. دي جزء من فيتوريا عنده صدق فيها اللي هو بتاع ايه، انا يا جماعه وقت القصه بتاعت امام عاشور وحسين الشحات قلت لكم ان فيتوريا ما حدث ما كانش وجهات نظره، فيتوريا اتقال له اللعيبه وبتقول اصابه وبتاع، انا مسافر خلاص بره عندي لعيبه غيرهم كتير، وانا بالنسبه لي خلاص استبعد ما تم نشره من بيان، والقصه دي كانت حته انا بقول هي عكس اللي فيتوريا كان طالبه. ماشي، بس
وارد جدا اتفهم ان هو كان مستعجل في ازمه امام عاشور وحسين الشحات. وللامانه يعني بما انه ضم امام عاشور فاحنا هننحي فكره ان هو متاثر طبعا سلبا بما حدث طبعا. خلاص هو ضم امام عاشور وطارق حامد اعلن اعتزاله اللاعب الدولي، فبالتالي نبعد خالص فكره ما حدث بين امام عاشور وحسين الشحات وروي فيتوريا، لان الراجل صرح ان ده كانت العقوبه مباراه واحده فقط لا غير. لكن انا هنا ما اقدرش احط الاستعجال طرف في الموضوع وانا لسه هسافر يوم 9 يناير، محتاج اعلن القائمه، عندي 27 لاعب كان ممكن بشكل بسيط جدا الجهاز الطبي لمنتخب مصر ينسق مع الجهاز الطبي في النادي الاهلي ويعرف مده غياب حسين الشحات، خاصه وانت واخد احمد الشناوي مصاب لم يشارك في السوبر، حارس مرمى نادي بيراميدز عمر كمال مصاب لم يشارك في السوبر وعاد الى مصر يعني لاعب نادي فيوتشر، وبالتالي كانت الامور تبقى سهله وفكره الاستعجال مش محتاج، كان ممكن يقول دي وجهه نظري الفنيه كنا التزمنا الصمت تماما. لكن خلونا نروح نشوف ايضا تفسيره لياسر ابراهيم اللي ايضا عندنا واقفه عند التفسير، ولكن نسمع الفيديو ونرجع نعقب. nós vamos ter tempo de preparar a equipa. Vão chegar jogadores com diferentes ritmos de jogo. بص طبعا احنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله اكيد اللاعبين اللي بينضموا للمنتخب كلهم جايين وكل لاعب جاي بريتم مختلف من مساله الاجهاد او من مساله المشاركات. Nós vamos ter tempo durante a primeira semana de tentarmos pôr toda a gente ao mesmo nível. فطبعا دورنا ان احنا في الاسبوع الاول ده بنحاول ان احنا نجمع المجموعه بتاعتنا ونخليهم كلهم يكونوا على مستوى متوافق مع بعض او متناسب مع بعض. Eu antes prefiro que os jogadores tenham jogado muito do que jogado pouco. وطبعا انا بفضل كمدرب ان انا استدعي اللاعبين اللي هي تكون مشاركاتها كتيره اكتر من ان استدعي لاعبين مشاركاتها قليله. Depois em relação à questão também não vou estar agora aqui a falar individualmente sobre cada jogador, mas vou abrir esta questão em relação aos centrais. طبعا احنا هنا مدرب برضه مش عايزين ان احنا كل شويه نتكلم على لاعب بعينه او ان احنا نتناقش على كل لاعب بالظبط ايه هو، ولكن المره دي انا اعتبرها ان هي حاله استثنائيه. معانا مجموعه من المدافعين اللي هم على مستوى جيد جدا. دوش جادورز اسيمو دو 190 منهم اثنين لاعبين يعني الطول بتاعهم اكتر من 190 سنتي. دوش جادورز ما جوفنز ومونيمي واسامو جالال با بريبارار تامباي او ميزمو تيمبو فتور اي دوم بيرفيتامنت جارانتيز. ولاعبين يعتبر بالنسبه لنا ان هم يعتبر يعني سنهم ما زال حديث السن او صغير شويه زي اسامه جلال وزي عبد المنعم، فيعتبر ده هو اللاعب المستقبلي اللي احنا بنجهزه وبنعده عشان مستقبل منتخب مصر. يوسامي كاسم كما كنتم ديزيرون خلاج سويس pelo rigor que está em todas as atividades. وسامي بالنسبه لي يعني يعتبر هو برضو اللاعب اللي انا شايفه ان هو شغال بالنسبه لي زي الساعه السويسريه بالظبط، اللي هو في كل الادوار وفي كل الحاجات اللي مطلوبه منه بيأديها بالشكل الامثل. Claro que havia várias opções e cada um de nós escolhe um grupo de jogadores. Nós escolhemos estes com esta lógica. فطبعا في قدامنا طبعا عدد كبير من المدافعين وعناصر كتيره، ولكن انا اخترت العناصر اللي انا قلت عليها دي هي بس عشان اللي هو اسلوب التفكير اللي انا قلت عليه وشرحته لكم. اي توتش لين ترابايل كونوشكو جا اكمولاد وكلهم كانوا موجودين معانا وشاركوا معانا وعارفينهم كويس وهم عارفيننا كويس. هي دي المعايير بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي فيها تناقضات بالتاكيد، يعني بيتكلم عن معايير الاختيار قال ان انا محتاج اللاعبين اللي شاركوا بشكل كبير جدا. تعال نشوف معايير الاختيار في خط الدفاع، هتلاقي فيه ثلاث لاعبين تشبه حاله النادي الاهلي في خط الدفاع مع شتان الفارق وقوه دفاع النادي الاهلي بالنتائج وبالارقام. احمد سامي لاعب 16 مباراه مع بيراميدز، تلقى شباك نادي بيراميدز في وجوده 16 هدف. لكن خلينا نتكلم في ثلاث لاعبين، علي جبر، احمد سامي، واسامه جلال، بيتم المشاركه بينهم بالتناوب. نفس الثلاث لاعبين محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. فلو فكره المشاركه فالقصه واضحه. طيب الطول هو خلاص حدد اثنين، علي جبر وحجازي وفي القصه دي، لكن راح عند احمد سامي وكان يعني عارف ان القصه هتبقى هنا، هيتقال له هيتقال نقطه هنا، فلقى مش لاقي حاجه يقولها من المعايير دي. ليه مش لاقي حاجه يقولها من المعايير دي؟ لان احمد سامي 31 سنه، ياسر ابراهيم 31 سنه. احمد سامي 184 سنتي، ياسر ابراهيم 185 سنتي. صعبه قوي اللي بنتكلم فيها، فالقصه صعبه. انت حطيت معايير فلازم نناقشك في المعايير. ليه؟ لان ده من حقنا هنا في قناه النادي الاهلي للحفاظ على نفسيه لاعب النادي الاهلي، لان الحقيقه ياسر ابراهيم قناعاتنا الشخصيه ان هو
في شهر 12 تحديدا هو افضل مدافع. طيب تجربته لما جبته مع منتخب مصر من الدار للنار اثبت كفاءه وكان نجم منتخب مصر. فبالتالي قصه اختيار الاكثر مشاركه هو متواجد نفس المعيار بالظبط للاعبي او ثلاثي نادي بيراميدز. وبالتالي قصه ياسر ابراهيم هنوجه له بقى الرساله، هو جماهير النادي الاهلي مقدره تماما الدور اللي انت بتلعبه، جماهير النادي الاهلي مقدره لك تماما ان انت لعيب من وقت ما جيت مفيش اي ازمه افتعلتها، بتقعد دكه حاضر، بتنزل اخر التوقيت بتقدم افضل اداء، بتنزل في مونديال الانديه امام بايرن ميونخ بعد تعرض لاصابه فتلاقي نفسك كانك بادئ المباراه من اول دقيقه بنفس التركيز وبنفس القوه، بيجي بدر بنون في وقت من الاوقات وانت تكون انت صاحب يعني ثنائيه خط الدفاع مع ايمن اشرف في القضيه ممكن، فيبدا يتحط بدر بنون على حسابك فتخرج وانت مبتسم. طول الوقت انت لم تصدر اي ازمه للنادي الاهلي، وبالتالي جماهير النادي الاهلي انت عندها لك شان كبير جدا، وان شاء الله فرصك مع روي فيتوريا ايضا في المنتخب هتكون كبيره، هي فرصه عدت ولكن ما زالت الفرص قائمه لان انت مستواك يؤهلك. وايضا نفس الكلام بالظبط لحسين الشحات، اجتهد قدم اللي عليك خلاص فرصه عدت، هتيجي فرص تانية كتير. واللاعبي النادي الأهلي في المنتخب ولاعبي منتخب مصر بالكامل نحن نثق في إمكانياتكم أيا كان الاختلاف في وجهات النظر، منتظرين منكم اللقب، أنتم جيل ناقصكم أمم أفريقيا، وعندنا عدد من المحترفين على رأسهم محمد صلاح يجب أن يكون في تاريخهم كأس أمم أفريقيا. نتمنى هذا يحدث، وكل الدعم وكل التوفيق لمنتخب مصر، زي ما برضو بنوجه رساله لجماهير النادي الاهلي وتحديدا جماهير الاهلي خط احمر. شكرا، احنا حاليا الترند رقم 2 ومسامحين في الترند رقم 1 حتى هذه اللحظه، لان الترند رقم 1 هو ابننا ياسر يعني. ابراهيم ياسر ابراهيم خط احمر، الاهلي خط احمر، احنا مع بعض. شكرا لجماهير النادي الاهلي، نشوفكم بعد الفاصل وباقي فقرات الاهلي خط احمر. الأهلي كيان ومكان، وشاركوا الكيان اختيار أفضل مباراة ليه في 2023 على هاشتاج الأهلي خط أحمر، وأكيد تعليقاتكم بتساعدنا وتفاعلكم بيساعدنا، وكالعادة الأهلي خط أحمر تريندنج على مستوى مصر، وكالعادة دايما في حالة تواصل، وزي ما بنقول إحنا بننجح بيكم، ولكن احنا بننجح بيكم بس في ناس مش عايزانا تنجح. على الجانب الاخر من المشهد الجميل اللي اتكلمنا فيه بطولات وانجازات النادي الاهلي وكونه قوته الناعمه الرياضيه، في ناس مش حابه ده، وفي ناس بتسيء لشكل الرياضه المصريه والاعلام الرياضي المصري، في ناس دأبت على تشويه كل ما هو جميل، في ناس بفضل اقول طول الوقت ما ينفعش تكون موجودة في عالمنا الرياضي. في ناس عندها مشكلة تجاه النادي الأهلي، عندها عدم احترام لقدر وقيمة النادي الأهلي، وتحديدا رضا عبد العال. يمكن لما بسمع تعليق أشقائنا العرب ولا أشقائنا في تونس ولا تصريحات جوارديولا ولا أنشيلوتي ولا لاعبي الأندية الكبيرة عالميا عن النادي الأهلي، واجي اقول الناس دي لا عاشت وسطنا ولا لبست تيشرت النادي الاهلي، ومع ذلك يا اخي بيتكلموا على الاهلي بكل الحب ده، وتسمع كلام رضا عبد العال في كل مره بينتقص فيها من النادي الاهلي تقول ان في ناس منحوا شرف ارتداء تيشرت النادي الاهلي ولكن ما عملوش ابدا ابدا ولا ردوا الجميل بالفرصة اللي اديها لهم النادي الأهلي. وللأمانة هنا الأهلي خط أحمر ده دور أصيل ليه إنه يشاور على ده، وهو الأهلي خط أحمر مش عشان ممنوع نقد ولا هو كيان خارج النقد، ولكن عشان النادي الأهلي خط أحمر بمعنى إن نقف عن إساءتك للنادي الأهلي، بمعنى إن حماية لاعبي وعناصر ومنظومة النادي الأهلي حق أصيل على إعلام النادي الأهلي. وعشان كده قلنا أكتر من مرة الإساءة والتنمر والتجاوز في حق مدربين النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي وصفهم بشكل وعبارات عنصرية، قلنا لازم يكون في إجراء قانوني ضده. وبقول للمسؤولين في الرياضة المصرية حافظوا على صورة الإعلام
المصري لما شوفوا الإعلام السعودي شوفوا الإعلام الإماراتي مستحيل تلاقوا فيه ظاهرة شبه رضا عبد العال. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن مرة الحديث عن أمور شخصية تخص محمد هاني حتى في حياته الأسرية، مرة التنمر على لاعب زي بدر بنون، مرة التنمر على شكل موسيماني، ثم التقليل من إمام عاشور والإساءة لي. ده دفع إمام عاشور يقول اللي انت هتسمعه. احساسك يا كابتن ومشاعرك باينه قوي مع اول بطوله وانت بتلبس الميداليه كمان وماسكها في ايديك كده، احساس مختلف يا كابتن؟ اول بطوله دايما بيبقى ليها طعم مختلف. طبعا الحمد لله انا مبسوط جدا النهارده الحمد لله، بشكر اللعيبه الرجاله دي وبشكر الجمهور العظيم ده والجهاز الفني طبعا، والحمد لله يعني انا تعودت من ساعه ما جيت النادي الاهلي راح بطوله هيجي قدامها 10. انا تعودت من اول ما دخلت النادي الاهلي بسبب اللعيبه طبعا، والحمد لله ببارك لهم النهارده على الفوز. كابتن امام يعني هدف فتح يعني زي ما بنقول فتح الطريق للبطوله، الهدف في مباراه سيراميكا كليوباترا النهارده كانت مباراه قويه جدا، يعني شفت اجواء البطوله كاس السوبر ازاي بشكل عام؟ والله الحمد لله انا زي ما قلت لك احنا الحمد لله بنجتهد والتوفيق ده من عند ربنا الحمد لله، وعندي بس رساله للشمتين. الشمتين عايزهم يهدوا شويه، يعني في ناس كده انا كده كده مش متابع والله، يعني انا مش متابع، انا مركز في شغلي، ولولا النادي الاهلي في سيستم انا كنت رديت على الناس، يعني كنت رديت على في واحد شخص كده اكيد انت عارفينه، هجاص، هو هجاص بيرمي اي حاجه. حابب اقول له النهارده اول بطوله ليا واخد ثالث كاس عالم. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي. اتاقلمت ودخلت الاجواء مع النادي الاهلي ورسالتك لجماهير النادي الاهلي النهارده؟ لا الجمهور طبعا ساند لينا ودعم لينا الحمد لله، وببارك لهم كلهم، وان شاء الله لسه في البطولات الجايه ان شاء الله باذن الله. التوفيق دايما يا كابتن امام، ربنا يخليك. قبل ما اروح لرضا عبد العال، في الاهم من رضا عبد العال هو جزء في كلام امام عاشور وهو سيستم النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي اللي منع محمد هاني وبدر بنون وموسيماني وامام عاشور وكتير جدا من لاعبتنا ان هم يردوا على ده. بس لحد امتى؟ ما هو زي ما النادي الاهلي عنده سيستم، مفترض الاعلام الرياضي يكون فيه سيستم. مفترض الناس اللي بتخاف على شكل الاعلام الرياضي المصري يكون فيه سيستم. سيستم بيقول ان لعيبه النادي الاهلي ومديرينه الفنيين مش فوق النقد، ولا حد فوق النقد، بس نقد فني. مش طول الوقت اساءات وتطاول. وعشان كده وصف ده بالهقص هو وصف الشيء بمسماه. لأن ده مش تحليل كرة قدم، ده مش كلام في كرة القدم، ده إساءات وابتذال إعلامي وشكل بيسيء لينا كلنا ولكل حد بينتمي لمنظومة الرياضة المصرية. وجزء مهم جدا هو احنا يا جماعة هنفضل نشوف ده لحد إمتى؟ وهنفضل في الظاهرة دي لحد إمتى؟ والحاجة المهمة إن كابتن رضا عبد العال نفسه اللي بعد رحيله من نادي الزمالك خرجت منشتات مجلة نادي الزمالك اللي لسه قايل عندها من يومين، لسه سامعه من يومين، وبقول دي الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن أسامح فيها والحاجة الوحيدة اللي يمكن أنساها، وإحنا معاك. إن حد يروح لحد ومستواه الاجتماعي وإحنا نفسنا بنرفض ده، طب أنت ليه بتعمل ده؟ وكأنك عوضت العقدة دي بإنك هتفضل طول الوقت تسيء للناس. يا أخي ده اللي ده طعم الظلم واللي ده طعم الإساءة هو الأحق بأنه ما يمارس ده تجاه حد. وعشان كده أنا بشوف أن هنا مش قصة رياضية بنتكلم فيها، ده كشف حساب للجميع إلى متى يظل أمثال هؤلاء يسيئون لكرة القدم المصرية. والله أنا عايز أسأل سؤال تاني، هو إلى متى إحنا هنسأل السؤال ده؟ لأن إحنا الحقيقة بنتناول القضية دي بقالنا فترة طويلة جداً، وبنوجه رسائل المسؤولين بقالنا فترة طويلة جدا، وما زالت القصة مستمرة، والبعض بيلوم علينا. في حد يرد على رضا عبد العال؟ بكرر كلمتي اللي دايما بقولها، احنا هنا من خلال شاشة قناة النادي الاهلي، من خلال برنامج الاهلي خط احمر، بنرد على الاشخاص ليس من قيمة هؤلاء ولكن من قيمة النادي الاهلي. احنا بنرد عشان قيمة النادي الاهلي، ويعني قلنا أمثلة كتير جدا جدا، حفاظ على البيت، حفاظ على كيان النادي الأهلي، حتى لو كان من بيت عنكبوت دخل عشش جوه بيت النادي الأهلي بنرد. لكن أنا عجبني جملة إمام عاشور جدا وحابب أقف عندها، وأقف عندها كتير، وأقول رسالة
لان ما قبل التعاقد مع امام عاشور خرجت بعض الاصوات شايفه ان التعاقد مع امام عاشور ضد مبادئ النادي الاهلي. كان ليا وجهه نظر وقتها واضحه واعلنتها من قبل ما يتم التعاقد مع امام عاشور، ان انا مبادئ النادي الاهلي من وجهه نظري انها بتطبق على من ينتمي الى النادي الاهلي. انت عشان تطبق على حد مبادئ لازم يكون عندك القدره على انك تعاقبه او تمنحه الثواب على الافعال الصحيحه. لكن انا ما اقدرش اروح للاعب في نادي اخر واقدر ان انا اعاقبه مبادئ النادي الاهلي، لكن اقدر اخد معاه الموقف اللي انا خدته لما قدمت شكوى في الاتحاد المصري لكره القدم. وقلنا امتى نحاسب امام على مبادئ النادي الاهلي؟ اول ما يوقع مع النادي الاهلي ويتم الاعلان بشكل رسمي امام او غيره ان هو انضم للنادي الاهلي، تعالى بقى تحاسب، تعالى لو غلطت هتتعاقب. عشان كده امام قال ايه؟ لولا ان في النادي الاهلي سيستم انا كنت رديت على الهجاص. طيب امام مش في زملاء ليه ردوا على الهجاص؟ اه، طارق حامد دخل في مداخله معاه لما كان لاعب بيرتدي تيشرت نادي الزمالك، ابراهيم صلاح دخل في مداخله رد عليه لما كان بيرتدي تيشرت نادي الزمالك. هنا اهم درس في الثلاث شهور اللي فاتوا ان امام نفسه عرف الفارق ما بين النادي الاهلي وانديه اخرى لاعب ليها، وده مهم جدا وده مكسب كبير جدا من الانتقالات اللي توجهت لامام عاشور. لكن تعالى على الجانب الاخر بقى، هو اصلا امام كان طالع يرد على رضا عبد العال ليه؟ قال ايه رضا عبد العال؟ عشان امام في وقت وجوده على منصه التتويج وتحقيقه اول بطوله للنادي الاهلي بيوجه رساله لرضا عبد العال، ومش بس كده، ده سبق رضا عبد العال بالشامتين اللي شمته في اصابه امام عاشور في مباراه الاسماعيلي، ودي كانت نقطه تحول من وجهه نظري في تعامل امام مع انتقاله للنادي الاهلي. كان بيحاسب ما بقاش بيحاسب. تعالوا نشوف رضا عبد العال قال ايه على امام خلى امام يرد عليه بالشكل ده. نشوف الفيديو ونرجع معاك. ده هو الثلاث ماتشات اللي فاتوا ولا بس صح، هو اللي ظبط الجون اللي جابه في الاتحاد. ازاي ده هو اخد احسن لاعب في يا عم وحياه ربنا مجامله. طب صل على النبي، النتيجه 2-2 صح؟ اه، في كوره شناوي مطلعها اللي الراجل عملها كده وراح بالمقص وشناوي طلعها. هو اللي ياخد نجم المباراه؟ ايوه. ولا امام عاشور؟ بلاش. أيوه. علي معلول اللي عنده 34 سنه ده هو اللي ياخد نجم المباراه ولا يا هم بيدوا عندي في الزمالك وجماهير يعني الاتحاد الدولي؟ ايوه لا لا الاتحاد الدولي يا جدع، الاتحاد الدولي ايه؟ وما دارين دي حاجه. بص اسمع بس، خد ده هيبقى عندي في نادي الزمالك. بص بص خلينا عاقلين يا كابتن، وحياه ربنا كابتن رضا يقول لك اصل الاتحاد الدولي عايز يضايق الزمالك يا جدع. بيقولوا له مين احسن لعيب؟ هم بيكتبوا يقولوا له خد ده احسن لعيب بالعين والنظر. انت دلوقتي الشناوي ولا علي معلول اللي ياخدها بما يرضي الله؟ في الماتش اللي فات اللي هو خد احسن لعيب فيها الشناوي كان هايل، علي معلول كان كويس، بسير دبكين، محمد عبد المنعم. لا احنا بنكلمك على الاثنين دول اللي هم كانوا سبب فوز النادي الاهلي. ماشي صح تمام. امام عاشور كان دوره ايه؟ عمل اجوان، جاب اجوان، عمل 100 ثرو. ما تبطلوا بقى تعريض بقى يعني، بطلوا التعريض بقى يا جدع. ماليش دعوه بالاتحاد. اذا كان ادى اول ماتش الاولاني ادى المروان عطيه، اسمع بس، والشناوي هو اللي موصلك انك تاخد تالت. اللي واضح لكابتن رضا يعني العالم واللجنه والاتحاد الدولي عايز يدي امام عاشور عشان يساعده في ان هو يقف على رجله. اه ده النادي الاهلي مش الاتحاد الدولي. ما هو اللي اسمع الكلام وانا بكره تعرف الكلام ده. طب ما كان النادي الاهلي ياخد بقى، طب ما كان ساعده البطوله ياخده بس بشرط ابعت الحكام المصريين بتوعنا هناك وربنا ياخد كاس عالم الانديه، وحياه النعمه دي ياخد كاس عالم الانديه. هو ده بس اللي ناقصكم، ان في كاس العالم الانديه يعني حكام مصريين يحكموا. هو مبدئيا بنعتذر لجماهير قناه النادي الاهلي عن المصطلحات اللي تم ذكرها المتدنيه البذيئه من خلال البرنامج المستمر في توجيه مثل هذه المصطلحات على الشاشه. ولا احد يحاسب ولا احد يعاقب. لغه سوقيه اقل ما يمكن اننا نصفها بها، لغه سوقيه، تجاوز وخروج عن النص ومصطلحات واتهامات متبادله داخل الاستوديو وتوجيه كلام صعب ان انا اكرره. انا مستحيل اكرر جمله زي دي لا على الهواء ولا بره الهواء. لكن الحقيقه احنا بنوجه الرساله دي وبنعرضها ليه؟ بنعرضها عشان اي حد يكون مسؤول مش واخد باله بنقول له يا سيدي خد بالك. هو ينفع الكلام ده يتقال؟
هو ينفع المصطلحات دي تتقال؟ هو ينفع اننا يدخل البيت المصري المصطلحات دي؟ احنا قررناها هنا مش عشان نعرضها تاني، احنا قررناها هنا عشان تبقى رسالتنا واضحه. يا جماعه كفايه كده، القصه مش اختلاف في وجهات النظر، والله في ناس كتير مختلفه معانا في وجهات النظر، وفي ناس كتير بتنتقد النادي الاهلي، لكن ده تجاوز. احنا شعارنا هنا دايما تناول بلا تطاول، دي اساءه، ده خروج عن النص، والاهم من كل ده خروج عن اي عقل او اي منطق. يعني لما امام يقول هجاص، هو امام ما غلطش اصلا، لكن لما الاقي واحد بيتم وصفه بالمحلل الفني لاحد البرامج ويقول لك اصل الفيفا منحت امام رجل المباراه عندي في الزمالك، على اي اساس؟ على اي اساس والفيفا ما تعرفش عن نادي الزمالك غير يا اما ايقاف قيد، يا اما لاعبين محترفين بيشتكوا مستحقات، يا اما مدربين عايزين مستحقات، ده اللي يعرفه الفيفا. على اي اساس نادي الفيفا هيشغل باله بفكره ان امام عاشور ده كان جاي من نادي الزمالك؟ ده نبيل معلول الراجل اللي واجهنا كتير جدا، قاد الكره التونسيه وقاد الترجي التونسي، والمفترض ان هو قريب جدا من الرياضه المصريه، ما اتكلمش عن امام عاشور الا لما كان بيرتدي تيشرت النادي الاهلي. قال لك في لعيب مهم جدا انا ما كنتش اعرفه. هل ده عشان امام عاشور ما كانش بيلعب اساسي في الزمالك؟ كان بيلعب اساسي في الزمالك، بس انت عشان يكون ليك وجود على المستوى القاري والمستوى الدولي انت في النادي الاهلي، ملهاش معنى تاني، ملهاش تفسير تاني. فتيجي تقول بمنتهى السطحيه ان امام عاشور خد افضل لاعب في المباراه عشان بيكيله في نادي الزمالك، ومش عايزين امام عاشور يرد ويقول ده هجاص، تاني وتالت ومليون بنعتذر لجماهير قناه النادي الاهلي على المصطلحات البذيئه، ولكن كان لابد من عرض هذه المصطلحات البذيئه من اجل ان البعض من المسؤولين ياخدوا قرار بتوقف هذه المهزله اللي بتحصل على شاشه الاعلام الرياضي المصري. وانا عايز اقول مين اللي في الاعلام الرياضي حاليا او في اي شاشه ممكن يقول مصطلحات والفاظ زي دي؟ ممكن يسيء ويشتم ويتنمر ويقل ادبه، وبرجع واقول لفظ قله ادب مش لفظ مهين، دي قله ادب، اساءه ادب، هكذا عاهدناها. ده كل انواع اساءه الادب، ان انت تيجي تقول لفظ زي اللي اتقال ده. ويا جماعه دخول الطريقه دي رياضيا هي الفكره، يلا نعمل ترند، اعمل يا سيدي ترند بحاجه ايجابيه، اعمل ترند بتوضيح موقف او راي غلط او رد او تبني وجهه نظر، انما ترند بالاساءات للاعبي النادي الاهلي. وعشان كده في نقطتين في غايه الخطوره برضو في الكلام ده، احنا هنا مش ضد اي راي فني، عارفين لو طلع قال انا قناعتي الفنيه ان امام عاشور ده أسوأ لاعب فنيا، خلاص انت ممكن نقول لك الارقام بتقول غير كده، بس في النهايه دي قناعه فنيه. انما فكره ان جهه دوليه تمنح جايزه بالمجامله، يا جماعه ده تشكيك في النادي الاهلي وتشكيك في جايزه رسميه، وعشان كده انا برجع واقول لازم يكون في تحرك رسمي من النادي الاهلي. انا بقولها لازم يكون في تحرك ضد التجاوزات والاساءات وعملها النادي قبل الاهلي قبل كده. ويا جماعه النادي الاهلي لا يكل ولا يمل نشكي تاني وتالت ورابع، لان ده اللي بايدك. الحاجه بقى التانيه، في ظل اشاده كل الاطر الدوليه والمحللين والاعلام التونسي وغيره بالنادي الاهلي، جمله لا يمكن تعدي، وهي المصري. ابعت حكامه المصريين معاه هناك، كان خد كاس العالم. يا جماعه ده تشكيك في بطولات النادي الاهلي، يا جماعه ده شيء يعاقب عليه القانون. ده انت بتقول ابعت الحكام المصريين هيجاملوه يمنحوه بطولات، وبتشكك في نزاهه التحكيم في بطوله دوليه، بتشكك في نزاهه النادي الاهلي. اي منطق يقول ان ده يقبل؟ انا للامانه والله العظيم بالنسبه لي من أسوأ الذكريات اليوم اللي انت ارتديت فيه تيشيرت النادي الاهلي. يعني انا كان نفسي حتى وانا بتكلم عليك كده ما تكونش في يوم كنت لاعب في النادي الاهلي، لان ده شرف لم تكن تستحقه ابدا ابدا، ولا انك تعدي جنب سور النادي، لان مفيش حد حس حلاوه النادي الاهلي يعني ايه يقدر يطلع يشكك في بطولاته كده بجد. ولكن حتى ما يخص المنتخب واختيارات فيتوريا، ولاعب زي امام عاشور هو من اهم اللاعبين، وانا بقول لكم الكلام ده وافتكروه، من اهم اللاعبين اللي ممكن يكون لهم افضليه في كاس الامم، ان هم يدوك حاجه مش عند حد تاني، لان هو بروفايل ما فيش شبهه في الكره المصريه حاليا. نسمع قال ايه عن فيتوريا وامام عاشور. انا وجهه نظري احساس امام عاشور ان هو
واخد راحته اكتر ممكن في الاهلي يا كابتن. لا بص، هو لو الكره بيمسكها وتتقطع والجمهور يهيص يسقف له، طب انت عايز ايه تاني؟ طيب ما هو ده برضه هيفرق في مستوى الفني. لا اسمع، ده هي فتره، ده هي فتره بس لغايه ما يقدم شويه كده ويبعد بقى وينسوا موضوع ان هو جاي من الزمالك والكلام ده. لو ازمت شويه هتلاقي الجمهور بيزوم عليه. على اي لعيب بيحصل يا كابتن؟ مش ماشي بس يعني. ماشي بس هو امام له حته خاصه دلوقتي عشان ايه؟ عمليه دعم قصدك يعني. بس انما بعد كده اسمعني انا بقى، اسمع بس، هو مستواه بيرتفع مش هينزل. مين اللي بيرتفع؟ هو امام. طيب هنتفرج بقى الماتشات الجايه لما يرجع. مين يا جدع؟ امام عاشور اقول لك على حاجه. لا 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 انا بقول بص، امتى مستواه ارتفع؟ لما يلعب في الحته اللي انا بقول لك. امام عاشور حجز مكانه في المنتخب اساسي في امم افريقيا. شفت فيتوريا بالمستوى ده؟ ده فيتوريا قال عليه كلام امبارح. قال لك هو فاجئني بادائه، فاجئني بشكل عليه على اساس ان هو مثلا عمل 40 صروف الثلاث ماتشات اللي فاتوا. ده راجل مع كل الاحترام ليه بقى، يبقى ما انت بتقيم اللعيب على ايه؟ هنا مش بس فكره ضرب في امام عاشور مع المنتخب ولكن حتى فكره تفتيس اللاعب، وفي جزء يتعلق بكبرياء النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي امام عاشور، وانا بقولها لك ليه حته زياده. ليه بقى؟ امام عاشور تتفق تختلف بقى لاعب في النادي الاهلي. طب جمهور النادي الاهلي شايف ان بعد ما بقى لاعب في النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ كل الناس شايفه حاله تربص بيه، كل الناس شايفه، وانا قلتها 100 مره، رهان ان كهربا وامام عاشور ما يبقوش رساله لغيرهم. جنه كره القدم في النادي الاهلي، تعالى النادي الاهلي لان فيه هتحقق اللي عمرك ما هتحققه في مكان تاني. هو امام عاشور بيلعب بقاله قد ايه كوره؟ زي ما اسامه قال لكم تصريح نبيل معلول، بس حاجه تانيه، برونزيه عالم للانديه، احسن لاعب في مباراه في كاس عالم للانديه. هتحاول امتى في حياتك؟ ده في ناس هتبدا كوره وتبطل كوره، وانديه هتفتح وتقفل وهي ما تعرفش يعني ايه كاس عالم للانديه الا من خلال النادي الاهلي طبعا. عشان تلاعب فريق زي فلومينينزي، زي بايرن ميونخ، زي ريال مدريد في البلاي ستيشن يا حبيبي، ده اللي تقدر تعمله. فبالتالي انت شايف تربص باللاعب بتاعك، فبالتالي اخبار فيك اصابات، خناقه مع كولر، ده مش عارف ايه، ده عايز يمشي، ده عايز يعمل ده اصلا. فانت لازم يكون عندك في الوقت ده حمايه لعيبك زياده، بس في نفس الوقت لعيبك بيعمل اللي عليه، بيديك في الملعب، مش بتجامل لاعب ما عندوش حاجه. وانا قلت من اول السيزون، ومع احترامي لبعض الاراء اللي خرجت من اهلاويه، ان امام عاشور الفتره ومستواه، لا امام عاشور انا بقول لك مقارنه بارقامه في الزمالك في النص سيزون اللي لعبه الاخير، ارقامه مع الاهلي افضل رقميا في كل حاجه. تخيل بقى، اعمل مقارنه بالارقام في المساهمات او الارقام داخل الملعب. طب ارقامه من بدايه الموسم هو الافضل في النادي الاهلي، طب انا مشكلتي هتبقى معاه ايه؟ فاعتقد هي هنفطس امام عاشور. بص، هو الحقيقه مش هيقدروا، لان هم ما قدروش على كهربا، وبالتالي برغم ظروف كهربا الصعبه كمان من شكاوى وقصص كتير جدا تدخل فيها بعض العناصر في اتحاد كره القدم المصري، اللي كهربا اعلن ان هو حقه عند ربنا من اتنين، والاتنين معروفين جدا، وللاسف الاتنين بيقولوا ان هم اهلاويه، يعني هم اللي تلعبوا في التعاقد يعني، او في العقد، وتم توثيقه بعد سنه تقريبا من مده التوثيق، برغم ان التوثيق كان لمده شهر. فما قدروش على كهربا، بالتاكيد مش هيقدروا على امام عاشور. وبالمناسبه بس عشان الناس اللي بتفكر ان ده معناه ان اصبح امام مدلل عند النادي الاهلي، ما كهربا كان مدلل عند النادي الاهلي، لكن وقت ما اخطا اتعاقب. كهربا اتطبق عليه اكبر عقوبات ممكن كانت في تاريخ النادي الاهلي، وده الفارق. احنا هنحميك، لكن وقت الغلط النادي الاهلي ما بيرحمش. النادي الاهلي في سيستم، وبالتالي امام عاشور مدلل، ولكن عند جميع النادي الاهلي، لكن عند النادي الاهلي كل اللعيبه سواسيه، في نظام على كل اللاعبين. عشان كده امام عاشور فطن للنقطه دي، وعارف يعني ايه نظام النادي الاهلي، وتحدث عن سيستم النادي الاهلي، وتحدث عن الهجاص. طب هل يصح امام يقول على شخص ان هو هجاص؟ صح. ليه؟ لما الشخص ده يقول على نفسه ان هو كبير الهجاصين. تعالوا نشوف الفيديو ده ونفكركم بالمصطلحات اللي بتتقال والوصف. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، رضا عبد العال عارف قدر نفسه تماما تماما تماما. شوفوا الفيديو ده. النادي الاهلي من غير اي مدرب، وربنا ياخد البطولات كلها. لا، مفيش حاجه اسمها فرقه من غير مدرب. انت مدير فني فاهم وعارف يا كابتن رضا. اسمع الكلام، انا بقول لك احنا كلنا هجص، كل المدربين دول انا من ضمنهم، اول واحد هجص. احنا بنقعد نتكلم حلو قوي،
يعني احنا بنقعد نتكلم حلو قوي، انما بتيجي في الملعب وربنا لا بتشوف التغيير ولا بتشوف مين احسن لعيب في الملعب ولا حتى رؤيتك الملعب الفرقه الثانيه مين احسن واحد فيهم. انت خليت التدريب هجس؟ احنا واخدينها بالفهلاوه والحب والعلاقات والكلام ده، احنا مش واخدينها بجد. بس ده مش كلام يعني ينطبق على كل المدربين. بص، شيل الكابتن حسن شحاته وشيل حسام حسن وشيل ايهاب جلال وبشلكت انت، وانا اول واحد في الهجاصين، حطني رقم واحد في الهجاصين. الحقيقه يعني انت مش محتاج شهادتك في حق نفسك ان انت تكون رقم واحد في الهجاصين حقيقه يعني، لكن انا بس بعترض على تقييمك لمدربي الانديه المصريه والمنتخبات المصريه وتحديدا اللي حققوا نجاحات. لكن انا اسف جدا، انت كل ما بتروح تدرب فريق يعني اما بتهبط بيه او بتصدر له مشكلات، وبالتالي قناعتك بنفسك ان انت اول هجاصين ده بيبرأ امام عاشور من توجيه اي تهم ليك. والمناسبه امام عاشور لم يذكرك على الاطلاق، لكن مصر كلها كانت عارفه ان هو يقصدك. حتى انت نفسك طلعت رديت على امام عاشور عشان انت عارف ان لقب الهجاص محجوز باسمك رضا عبد العال. ده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنتكلم فيه وده اللي احنا عايزين وقفه، عشان بجد بجد مش عاوزين نجيب المصطلحات دي تاني ولا نجيب الاراء دي تاني، لان الاراء دي بتدمر الاعلام الرياضي وبتدمر ذوق المتلقي المصري تحديدا في الجانب الرياضي. والبعض يا فارس بيطلع شايف نفسه عامل نجاحات باللي احنا بنشوفه ده. ده مهم جدا. ويا جماعه انا اسف ان البعض بيعتقد اعلاميا ان الاساءه، احنا ممكن ندخل هنا اي حد الاستوديو فجاه يقعد معانا ويقول كلام كله اساءات وتنمر وتطاول، وعلى فكره هنطلع من الحلقه لازم هنبقى ترند، بصوا البرنامج اللي بيعمل كذا. اسلام صادق، تعالوا نسمع رايه ده عشان عندنا تعقيب مهم يفهمكم ازاي الناس بتغفل كل معايير الاعلام على مستوى العالم. نسمعه ونرجع نعقب. واحنا سبق وقلنا مليون مره لما بنيجي بنرد، بنرد بادب وبنرد باحترام، وفي نفس الوقت محافظين على سياستنا في برنامجنا، مش علشان اي حاجه، لان احنا من الاخر كده بنحترم عقليه المشاهد، وفي نفس الوقت بنعيش في فتره فيها حريه من الاعلام وفيها معايير مهنيه ملتزمين بيها، وبنحافظ على الراي والراي الاخر. واللي مش عارف ده او مش عايز يعرف ده هو بيكون هدفه حاجة معينة احنا ملناش علاقة بيها. حرية اعلام بنشهدها كلنا، وحرية اعلام هنا رياضية دايما بنعبر عن وجهات نظرنا، ودايما بنقدر نقدم المحتوى والافكار اللي احنا عايزينها. ولكن انت تسيء استخدام هذا النوع من حرية الاعلام، انت تسيء استغلال حرية الاعلام. انت لما تطلع النهارده تتكلم عن مهنيه في برنامج اتقال فيه لفظ زي اللي ذكر، مش قادر اكرره لان هو اسوأ لفظ رياضي ممكن يتقال فيه الاثنين قاعدين على الشاشه، اسامه يقول له انت جاهل والتاني يرد يقول له انت غبي. كل ده حصل في برنامج المقدم بتاعه بيطلع يقول لك ان هو يقدم مهنيه، يمكن فاهم ان دي مصارحه، ده عار على المهنيه. ما يقال ده عار على المهنيه، وان انت تسيب في السي في بتاعك هذه اللقطات الإعلامية، والله عليك أن تخجل وتخجل بجد، خصوصا أن لغتك لغة المرتبك اللي بيتكلم وهو عارف أنه غير صادق حتى لو اسمه إسلام صادق. لا، هو بيقول لك عندنا معايير ملتزمين بها ولا نخطئ وما بنتجاوز. يا راجل أنت بتتكلم عن برنامج تاني ولا عن شخص تاني ولا عن ضيوف تانيين؟ ده أنتوا أصلا على الهوا بتتجاوزوا في حق بعض، إلا إذا كنت أنت شايف أن المصطلحات اللي بتصدر خلالكم على الهوا دي هي نوع من أنواع المصارحة، أن أنا عارف أن أنت كذا وأنت عارف أن أنا كذا، فأنت تقول لي يا كذا أو ما أنا قايل لك يا كذا، ونشارك المشاهد معانا في وصفنا الدقيق لأنفسنا من قبيل المصارحة. لو المعيار ده أنا موافق عليه الحقيقة، لأن اللي أنتوا بتقولوه في حق نفسكم يعني تمام 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 وينطبق تماما، لكن الذي لا ينطبق بالتأكيد هي معايير الإعلام حتى في تناول بعض القضايا وبعض الآراء بتفتقدوا حتى للموضوعية، زي ما نشوف الفيديو الجاي ده. ولا الفيديو مش جاهز؟ طيب خلاص، هو الفيديو يعني حظه إن الفيديو والوقت انتهى،
ولكن هو تحدث عن الأندية المصرية وهزائم الأندية المصرية، وجاب فريق هزم في الكونفدرالية وهزيم أو فريق هزم في الدوري وقارنه بهزيمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ده معيار، ده معيار عادي جدا عند اللي بيقول لك احنا بنلتزم بمعايير المهنية. لكن المعيار الثاني بقى اللي هو قال لك ايه، احنا عايزين نحاول بطولات الكوتا. هو كل بطولة هياخدها النادي الأهلي، لا يا جماعة لازم نشوف بيراميدز، لازم نشوف فيوتشر، لازم نشوف أندية أخرى، على أساس إن أنت ما تجتهدش خالص في عهد إسلام صادق وبرنامجه وضيوفه رضا عبد العال وأبو الدهب وكمونة ومحمد فاروق وغيره وغيره، ونبدأ نوزع القصة بشكل في كوتا. ده المعايير اللي هم بيستخدموها. بنعتذر مرة أخرى لجماهير النادي الأهلي على هذا النوع من الإعلام اللي احنا بنتناوله، ولكن تناولنا ليه من أجل أن يكون في وقفة مع هذا النوع. أنت بتعتذر وهو عن الألفاظ دي وهو بيسميها مهنية. طبعا فرق واضح. أكيد بنشكر طبعا جماهير النادي الأهلي اللي وضعتنا ترند كالعادة في أي هاشتاج بيقدمه برنامج الأهلي خط أحمر. ثقة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي في هذا البرنامج، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم ونقدم كل ما يستحق أن يقدم على شاشة قناة النادي الأهلي تحت شعار النادي الأهلي والذي يليق بالنادي الأهلي لا غيره. نشوفكم، والأهلي دائما فوق الجميع. سلام.